أصدقائي المشاهدين أعزائي، طبعا أهلا وسهلا فيكم بأولى حلقات برنامج الاتجاه المشاكس. يعني صار معنا مشاكل كتير اليوم حتى قدرنا نصل للطريقة هي الطريقة راح تكون عبر السكايب بين الأخ ليث والأخ تحسين. على كل، خلونا نرحب بالبداية بالأخ ليث والأخ تحسين. أهلا بك جان. اهلا بك جان وبالمشاهدين الكرام. اهلا بك تحسين. طيب، خلونا بس نشوف اليوتيوب على كل، ونوزع شوي الرابط على اصدقاء هاي اليوتيوب. يعني خلونا بس نشوف اليوتيوب طبعا انا راح كلن اعمل صامت. ها، ابعت الرابط لك. تفضل ابعت. هي الرابط بعت لك يا تحسين، قصدي اخي ليث، بعت لك الرابط وانا راح احطه مباشر على الفيسبوك عندي. خلاص طبعا اعطي لاصدقائي، اتمنى اصدقائي يساعدونا بتوزيع الرابط هذا. اخ سمير اظن. طيب، طبعا نجونا أصدقاء. المهم، خلينا نبدأ المناظرة. نبدأ المناظرة وبعدين ممكن أنا أوزع شوي شوي الرابط. طبعا أصدقائي، مثل ما قلنا المناظرة هي بين الأخ ليث من الطرف الملحد والأخ تحسين العراقي اللي سببنا كل هالمشاكل من طرف المسلم، اللي يضحك تضحك تضحك على فإناك. المهم، يعني سبب لنا كل هالمشاكل وأخرنا ساعة كاملة. على كلنا أصدقائي أهلا وسهلا فيكم. طبعا راح نعطي بالبداية، نبدأ مع تحسين على طلب تحسين، نبدأ بعشر دقائق مع تحسين وبعدين نروح على الأخ ليث، والمناظرة راح تكون تكملة للمناظرة الأولى اللي سووها، هي حقيقة الوحي الإسلامي، هل هو من الله أم صناعة بشرية. وطبعا في المستقبل راح نسوي مناظرات أخرى بين الأخ تحسين والأخ ليث في مواضيع الرحمة والأخلاق وما وكل شيء يعني ممكن يخطر على بال الأخ تحسين، ما في أي مشكلة. أخي تحسين، نبدأ معك. نعم تفضل، عندك 10 دقائق وتفضل حبيبي. نعم، أهلا بك جان وأهلا بليث وكل المشاهدين الكرام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد الصادق الأمين وعلى أصحاب الغر الميامين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أخوتي المشاهدين في كل مكان. نبدأ على بركة الله العشرة الأولى من المخصصة لي. سامعين يا إخوان؟ صوت واضح؟ صوت واضح، تمام. نعم. في استدراكات الحلقة الماضية حول سورة الفيل، الأخ قال كيف لا يمكن الفيلة أن تعيش في الصحراء، صحيح ليث؟ لا، أنا قلت كيف أنه جيش يأخذ فيل في شهر من مسار صحراوي وما فيه ماء وما فيه كمية أعشاب كافية لهذه الأمور والجيش كامل. فكرتي هو أنه ما هي الفائدة أنه أبرهة يعمل هذا العمل الذي لا معنى له؟ لا، مو الفائدة، أنت قلت يمكن الفيل أن يعيش في الصحراء. لا، لم أقول هذا، أنا تكلمت على عامل فيل وعلى الهجوم بفيل في جيش وفي مسار شهر. المهم أنه هذه الرواية وردت
في كتب التاريخ الإسلامي. و الأخ ليث كان اعتراضه أنه كيف ممكن الفئة أن تقطع مثلا مئات الأميال من اليمن إلى مكة المكرمة في صحراء قاحلة. وحقيقة لم عندما كنا نتناقش في الحلقة الماضية ما كان عندي بسبب تشعب وتفرع الحديث لم أرد على هذا الموضوع وأشبهه بحثا. حقيقة أن الفيلة ممكن أن تعيش في الصحراء وتعيش في بيئة صحراوية وتقاوم. يعني عندك الفيلة في الصحراء الكبرى في مثلا في كمثال آسيا. الفيلة تعيش، لكن أنا أتكلم عن الفيلة تعيش، أنا الأرقام اللي أعطيتها هي الفيلة الإفريقية. أسف المقاطعة، أنا أتركك تكمل. أسف وصل. نعم لا ممكن أن تقاطعني الاستدراك، لا إشكال في لا ذلك. هي في هي الفكرة هو أنه أبرهة حبشي، وإحنا نتكلم عن الفيلة الأفريقية ليس عن الفيلة في آسيا الوسطى اللي ممكن يعيشوا بيئة صحراوية. هو أنا أتكلم عن الفيلة الأفريقية. تمام، والفيلة الإفريقية لا يمكنها أن تقاطع. لا الفيلة الأفريقية ممكن يعني هذه الأقمار الصناعية التقطت صورة لأفيال تعيش في الصحراء الكبرى شمال مالي والجاد، والصورة واضحة أمامي، ممكن أرسلها للأخ جان أو الأخ ليث. أو أن الفيلة وحسب موقع ناشونال جيوغرافيك أن هذه الفيلة تعيش في هذه الصحراء. بالنسبة researchers have used satellite tracking to plot ancient elephant highway at the southern edge of Sahara Desert, highly usual route that has enabled elephants to survive on barely habitable land. و بإمكانك الدخول إلى موقع الويكيبيديا المعروف والمشهور. These elephants have developed certain adaptation for desert life, have relatively broader feet, longer. ما يعني ما مضمون ما ترجمة هالكلام للأخوة الذين في انقطاع في الصوت الإنجليزي، إن الفيلة كيفت نفسها للعيش في الصحراء. طبعا الأخ تحسين في عندك مشكلة بالصوت، ممكن نفيد المشاهدين فقط في هذه النقطة، لكن أنا حابب أن الأخ تحسين يسمع الكلمة هذه. ديزرت إليفنت تعيش في واحات، أنا لا أتكلم عن العيش في الصحراء، أنا أتكلم عن فيل يذهب مع جيش لمحاربة وتدمير كعبة، أن هذا الفيل ينتقل من مكان لمكان في أماكن ما فيها مياه كافية. لا أتكلم عن فيل تعيش في واحات. ممكن نعيد الاتصال معه مرة ثانية، لكن الظاهر أنه الأخ تحسين حايب أنه أبرهة يكون عنده فيل يقاوم الصحراء بدون ماء. هو بصراحة يعني الأخ تحسين مفكر أنه إذا كان في فيلة تعيش بالصحراء معناته لا خلاص نظرية أبرهة صحيحة. للأسف لا، للأسف أنا فكرتي ليست العيش في الصحراء، لذلك صححت من البداية. الفكرة هو أن الفيل ينتقل مع جيش. تعيش في الصحراء تعيش قرب المياه يعني ما تعيش. تمام، تعيش في واحات. وممكن نثبت هذا الأمر، أنا ممكن أعمل شير سكرين الصفحة في حد ذاتها اللي أتكلم عليها. أخ تحسين سمعني. أهلاً في مشكلة. أوكي. أنا أوكي. أعطيت تعليق على السريع إذا حبيت نعيد لك فيه، لكن خليك تواصل المداخلة. تفضل تواصل. نعم. جان معنا، جان اسمعني. معك. أسمعك تفضل. أوكي. وتقول الويكيبيديا أن هذه تتغذى على الحشائش والأشجار الصحراوية مثل مير بوش وتربنتاين تري
شجرة المر وشجرة التربنتاين. هذه الفيلة في في الصحراء الكبرى وبالتحديد في شمال مالي وتشاد. اي مو احنا كله احنا شفنا انه في قناه ناشونال جيوغرافيك وفي القنوات التي تبث الافلام العلميه ان كيف تعيش هذه الفيله في هذه الصحراء القاحله. ويقول العلماء وحسب الويكيبيديا الالفنت كان جو وذات ووتر فور 3 دايز، لاكثر من 3 ايام يمكن ان يعيش الفيل بدون ماء، واكيد بدون طعام ممكن ان يعيش اكثر بكثير. إبره الحبشي استخدم هذه الفيلة وجلبها من اليمن، ومعروف أن اليمن يعني بلد ليس صحراوي، بلد فيه خضرة، فيها أنهار ومرابع. الجزيرة العربية أيضا لا تخلو، وأنا زرنا شفنا جزيرة العرب العمرة، وشفنا طبيعة بلاد المملكة العربية السعودية. رغم أنها صحراء لكن هناك واحات كثيرة، طريق هناك، رأينا أشجار صحراوية مخضرة، رأينا منازل مياه. والعرب كانوا يسلكون الطرق التي فيها منازل مياه. من باب التحليل انه ابره عندما جلب هذه الفيله فلا شك بوجود واحات، وجود منازل مياه، وجود اعشاب وحشائش، ولا شك انهم يجلبون العلف معهم، اضافه الى وجود هذه المعاشب الصحراويه. فالصحراء ليست صفرا من الحياه، الصحراء لا تخلو من اشكال الحياه النباتيه والحيوانيه. ليث قال كيف انه المستحيل، قال لا يدخل العقل حسب ما اتذكر انه الفيل يستطيع ان يقاوم هذه الفتره، وهذه الادله التي سقتها له تثبت عكس ما يقول. فاذا اتصور ان الاشكال المترتب حول كيف ان يصمد الفيل هذه الفتره الطويله في الصحراء أزلنا عنه الغبار بأدلة تاريخية وأدلة علمية من مواقع علمية محايدة غير دينية. نعم. ممكن نناقش هذا كثير أخوي تحسين، على كل إن وقتك على التمام رغم إن صار الانقطاع كمان يعني انكلودت 10 دقائق، إذا بدك تاخذ دقيقتين مشان الانقطاع كمان ما في أي مشكلة. لا ماكو اشكال، انا اللي عندي خلص. تمام تفضل ليث. اذا كان ممكن نناقش في هذه النقطه، مهم ان نفصل في هذه النقطه. اولا انا لم اتكلم على انه ما فيه فيلة ممكن تعيش في بيئات صحراويه، لانه فيه ديزرت اليفنت كما يقول، ومش فقط في شمالنا، هي النومبي، هي جهاز من النومبيا، وفيه فيها فيال من هذه الطريقه. لكن الفكره هو انه هذه الافيال تعيش في واحات، وحقيقة تأقلمت مع البيئة الصحراوية، بمعنى أنها تحتاج أقل نوعا ما من الماء، لكن إذا كانت تحتاج الفيلة الإفريقية العادية 100 لتر كما قلت، ما بين 100 لتر و 150 لتر هي تحتاج 80 لتر، هذه الفكرة. لكن تعيش بقرب من واحات، ممكن تدور في الأماكن القريبة من الواحة، لكن دائما تحتاج ماء وتحتاج كمية رهيبة من الماء حتى وإن كانت تأقلمت. الفكرة ليست في إمكانية أنه تكون في أفيال تعيش في ظروف صحراوية، وأنا أضفت أنه في أفيال أيضا في الأسيوية اللي تعيش في الصحراء الباردة إلى آخر من الأمور. الفكرة هو أنه عندك مسيرة أكثر من شهر بفيل في وسط الصحراء، وحقيقة فيه منابع ماء في الطريق، طرق التجار، لكن تكفيل البشر ليس لأفيال. هذه الفكرة اللي أنا أتكلم عليها. أنا لا أتكلم عن فيل يعيش في الصحراء، أتكلم على فيل ينتقل من مكان إلى مكان في بيئة صحراوية ويحتاج كميات كبيرة من الماء والأعشاب. حتى الأفيال الصحراوية، الأفيال الصحراوية لا تنتقل في وسط الصحراء هكذا، وكمان هي في نقاط معينة ومحددة.
ومشاكل مع في الأبرهتة مش فقط في هذه الناحية. مشكل ثاني مثلا هو أنه لا ذكر لأفيال لأبرهتة أصلا في التاريخ. فيه ذكر للأفيال في من جهة فرس، بلاد فرس مثلا، في استعمالهم في الحروب، لكن أبرهتة لم يستعمل يوما في الكتب التاريخية كلها أفيال. أصلا أنا قلت أن في من ناحية تاريخية أبرهتة توفي قبل السنة المحددة. والنقطة الثالثة اللي قلتها كمان هو أنه ما داعي أبرهتة أن يدمر الكعبة وهي فقط أمر يحج مكان يحج فيه بعض العرب، لا فائدة له تقنية أو اقتصادية في هذا الأمر. أبرهتة عندنا آثار تاريخية له أنه كان ممكن أن يستفيد من مشاكل بين الفرس والبيزنطيين والرومان والروم، لكن كان عليه أن يقطع الصحراء العرب فرفض، وكان ممكن ياخذ دخل كبير من هذا من هذه القصه ولم يفعلها. ما ادراك انت يذهب يدمر فقط كعبه يطوف حول عرب وثنيون من اجل ماذا؟ من اجل عربي تبرز قرب كنيسته. لا دليل واحد تاريخي على هذه القصه. اذا مشكله الافيال عزيزي تحسين مش فقط العيش في الصحراء، لكن هو الانتقال في جيش للحرب لمدة تطول أكثر من شهر مع حاجات رهيبة في المياه. الفكرة هذه فكرة مش فقط أنه، وأنا أقول أن الماء اللي في الطريق يكفي على بالصعب يكفي أصلا للمسافرين، أصلا للتجار. الجيوش أصلا صعبة أن يكون لها الكمية الكافية من الماء، لكن البشر ممكن يتأقلموا ممكن يحاولوا، لكن الحيوان بحجم الفيل مستحيل، بكل بساطة مستحيل يعيش في صحراء في مناطق فيها الماء، في واحات غزيرة من الماء، لكن لا يمكن أن ينتقل في جيش ويحارب بسبب احتياجه للماء وللأعشاب. حتى وإن كان الديزرت إليفنت عندهم طلب أقل من الأفيال الأخرى اللي تعيش في المناطق الاستوائية وفي أمور. هذه في نقطة الفيل. يريد كون كان أعطاني الأخ تحسين نقاط أخرى نتكلم فيها ونواصل فيها النقاش من ناحية الفيل. أخ تحسين أنا ممكن أعطيك دقائق إذا كان عليك كلام في النقاط اللي قلتها. أنا سمعت جيدا الكلام اللي قلته، ممكن حتى نشير للمشاهدين صفحة الويكيبيديا اللي تكلمنا عليها، هي ظاهرة حبيبي جان؟ هي ظاهرة تمام. إذا ممكن الناس تذهب وتبحث وتتحقق من كلامنا. الأخ تحسين ممكن نعم تكتب desert elephant. هي ظاهرة على الشاشة، راح تتبين المعلومات. هي ظاهرة على الشاشة حاليا. أنا نؤكد أن كلام الأخ تحسين لا ليس خطأ. أنا أقول فقط أنه الفكرة مش في عيش فيلة في الصحراء، لكن المشكل في الانتقال في هذه المسافة الكبيرة لحرب لا معنى لها اصلا، لان هي تفضل. اولا ليث، انت تقول لا يوجد هناك دليل تاريخي، ماذا تقصد بدليل تاريخي؟ مفصل لك. انا قصدي انه فيه مؤرخين كانوا مع ابرهه الحبش. ممكن نعطيك الاسم، انا اعطيك الاسم بعد دقائق في المداخله القادمه. لكن المهم هي انا المقصود بفكره بدليل تاريخي هو كتابه أو إشارة من مؤرخ من مؤرخين أبرهة الحبشية والمنطقة هذه. لا يوجد هناك مؤرخ، لا يوجد مؤرخ مع إبرهة. إبرهة رجل أفريقي جلب الفيلة من أفريقيا، هذا غير مستبعد. تمام. ثانيا يعني أنت تقول هنا من المؤرخ الذي كان مع هريرة مع إبرهة ويوثق أفعال إبرهة؟ مش مشكل. أنا أقول أنت سؤالك كان واضح. سؤالك أولاً هي النقول عن إبرهة قليلة، لا توجد هناك تمام. نقول لكن شباب طولوا بالكم، شباب لا تقتلوا، شباب طولوا بالكم. ما ممكن ما يكونش فيه فهم للكلام. لكن عزيزي تحسين تسألتني سؤال، ما هو مقصودك بأدلة تاريخية؟ أجبت بكل بساطة. إذا كان في سؤال ثاني أجيب في المداخلة القادمة، مش مشكلة. طيب أصدقائي، أنا بس الأصدقاء المشاهدين إذا بتقدروا تساعدونا توزعوا الرابط هذا بالجروبات الحادية، خلي الناس تشوف المناظرة، أكون لكم من الشاكرين. طيب أنت لسه ما خلصت أنت ليس أنا مش مشكلة، كنت أتناقش مع هذه النقطة. المهم نتمنى أن المشاهدين يكونوا فهموا. خلينا ننتقل لنقطة تانية، نترك الفيلة، يعني ناقشناها بما فيه الكفاية تحسين. ننتقل لنقطة تانية. المهم استاذ جان ولا يهون الاستاذ ليث، احنا
عندنا أدلة. هو ليث أنا لا خلينا ننتقل لنقطة تانية تحسين. خلينا ننتقل لنقطة تانية ونأخذ عشر دقائق أخرى. الفيل يعيش في الصحراء أو لا؟ لك يا أخي هو الفيل هو أظن تكلمنا في حتى الفيل سوق أدلة علمية موجودة لجان اللي سوق أدلة علمية لليث قلنا له عمي العلماء علماء الزولوجي علماء الحيوان المصورين الوثائقيين اللي صوروا افريقيا اثبتوا ان الفيل يعيش في صحاري. قال نعم انا ما عندي اشكال وانا لم اقل ان الفيل يعيش في الصحراء. هو اتمنى انه يرجع للحلقه السابقه يقول كيف الفيل ان يعيش في الصحراء. بالنسبه لكيف قطع هذه المسافه كما قلت هناك الصحراء فيها اعشاب فيها حشائش فيها واحات. صحراء العرب فيها واحات كثيره. كان قوم عاد وثمود عندهم جنان وزروع وكما نحن راينا صحراء جزيره العرب. انا بنفسي شاهدت قرده تعيش في الجبال. كيف تتغذى هذه القرده؟ طيب اخي تحسين المهم ننتهي من هذه النقطه. موضوع الفيل ننتقل لموضوع ثاني. انت طبعا جبت الدلائل. ننتقل لموضوع ثاني. تفضل معك عشر دقائق اخرى. تفضل ننتقل لموضوع ثاني. اوكي بالنسبه لي ليث قال ان القرآن اقتبس من كلام العرب واقتبس من اشعار العرب وبالذكر خصص بالقول امرأ القيس وبالتحديد انه انشق القمر صاد غزال قلبي ونفر. هذه الابيات أنا أجزم إنها منحولة على امرأ القيس وأقول إن هذه الأبيات قيلت بعد نزول القرآن بفترة كبيرة ووضعت على لسان امرأ القيس. والدليل إن الإمام الذهبي رحمه الله قال في كتابه تاريخ الإسلام أحداث سنة 748 للهجرة في ترجمة محمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف بمدين القمي وكان كاتبا سدينا بليغا وحيدا فاضلا أديبا إلى آخر كلامه إلى أن قال أنشدني عبد العظيم بن قوي المنذري أخبرنا علي بن ظافر الأزدي أنشدني الوزير مؤيد الدين القمي النائب عن الوزارة في الوزارة الناصرية أنشدني جمال الدين النحوي بنفسه في قينة يعني القمي. جمال الدين النحوي يقول سميتها شجرا صدقت لأنها كم أثمرت طربا لقلب الواجد يا حسن زهرتها وطيبة ثمارها لو أنها تسقى بماء واحد. وقال وأنشدنا لنفسه يشتهي الإنسان في الصيف الشتاء فإذا ما جاء أنكره فهو لا يرضى بعيش واحد قتل الإنسان ما أكفره. فهذا الذهبي وهو من المتقدمين يرى البيتين السابقين بالسند منسوبين إلى امرؤ القيس على أن التيفاشي المدعين يقولون أنه لامرؤ القيس ولكن الذهبي ينفي هذا ويقول هذا الأبيات لجمال الدين النحوي بسند صحيح. وأن التيفاشي وهو أيضا من كبار أدباء العرب ومتوفي سنة 651 للهجرة يقول في كتابه سرور النفوس بمدارك الحواس الخمسة صفحة 89 ينسب البيتين إلى يحيى بن صاعد. يقول يحيى بن صاعد يشتهي الإنسان في الصيف الشتاء فإذا جاء الشتاء أنكره فهو لا يرضى بحال أبداً قتل الإنسان ما أكفره. و
الذهبي يورد هذا بسند صحيح، أما ما ذكر أنه امرؤ القيس قال هذه الأبيات فهو الأصل. هذه القصة في كتاب فيض القدير للمناوي، والمناوي من المتأخرين، يعني أنه ولد الصور في سنة 1032 للهجرة، وقد أوردها بدون سند ولا اتصال ولا عزو معين. فقال على سبيل الإرسال إنه امرؤ القيس قال هذا، ولم يذكر لنا سندا ولم يذكر لنا أصلا للقصة. ما أريد أن أقوله إن هذه الأبيات لا أصل لها، وإن امرؤ القيس لم يقل هذه الأبيات وإنما نحلت على لسانه. ثم لا ننسى إن التاريخ الإسلامي شهد أناسا يضعون الأبيات على لسان الشعراء الجاهليين، أي ومنهم خلف الأحمر. وهذا خلف الأحمر رجل اشتهر بوضع ونحل الشعر ونسبته للأقدمين. فيقول ابن عبد ربة أو العفو الصفدي في وفيات الأعيان، يتحدث عن سنة 764 للهجرة، كتابه الوافي بالوفيات، العفو ليس لوفيات الأعيان، لوفيات الأعيان لابن خلقان، الوافي بالوفيات في ترجمة خلف الأحمر. خلف الأحمر الشاعر صاحب البراعة في الأدب، يكنى أبا محرز مولى بلال بن أبي بردة، حمل عنه ديوانه أبو نؤاس، وتوفي في حدود 80 والمائة. ولم يكن، قيل هو معلم الأصمعي، وهو والأصمعي فاتقى المعاني وأوضح المذاهب وبين المعالم، ولم يكن فيه ما يعاب به إلا أنه كان يعمل القصيدة يسلك فيها ألفاظ العرب القدماء وينحلها أعيان الشعراء كأبي داود والإيادي وتأبط شرا والشنفري وغيرهم، فلا يفرق بين ألفاظ وألفاظهم ويرويها جلة العلماء لذلك الشاعر الذي نحله إياها. فمما نحله تأبط شرا، وهي في الحماسة يعني وضع أبيات لتأبط شرا وهو شاعر جاهلي، إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه لا يطل. وأيضا وضع قصيدة على لسان الشنفري، أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل. قال خلف الأحمر أنا وضعت على النابغة القصيدة التي منها خيل صيام وخيل صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمر. ويستمر الصفدي قائلا وقال أبو الطيب اللغوي كان خلف الأحمر يصنع الشعر وينسبه للعرب فلا يعرف، ثم نسك يعني تابع عن هذه، وكان يختم القرآن كل يوم وليلة. ومثل ذاك ذكره ويقوت وعن ياقوت الحموي المتوفى سنة 626 في كتابه معجب الأدباء الجزء الرابع صفحة 179 أيضا ذكر هذا لخلف الأحمر. وينقل أبو الحسن الجرجاني المتوفى سنة 392 في كتابه الوساطة بين المتنبي وخصومه صفحة 24، وهو ناقص ما يعترض عليه، بأن شعر المتقدمين كان فيه من متانة الكلام وجزات المنطقة وفخامة الشعر ما يصعب أن يسجع على منواله، ولو حاول أحد أن يقول قصيدة أو يفرض بيتا يقارب الشعر امرؤ القيس وجدت فخامته وقوة أسره وصلابة محجمله وجده أبعد من العيوق متناولا وأصعب من الكبريت الأحمر مطلقا. هذه النقولات تدلل أن هناك من كان ينحل الشعر على لسان الأقدمين
وينسبه لهم. وكان أيضا معروف عن حماد الرواية، شخص اسمه حماد الرواية، أيضا كان يضع الأبيات على لسان الأقدمي. فإذا ما ذكرته من أدلة ما ذكره الذهبي أن هذه الأبيات منسوبة ليحيى بن صاعد، ولم يقل أحد من العلماء ومن الأدباء العرب أن هذه الأبيات لامرؤ القيس. وإذا تصفحت ديوان امرؤ القيس لا تجد هذه الأبيات في ديوانه. النقطة الثانية أن هذه الأبيات سبكها وأسلوبها يختلف عن الشعر الجاهلي. فالشعر الجاهلي يميل إلى الغموض والإبهام وصعوبة فهم الألفاظ. طيب أظن أخوي وقتك انتهى. نعم. خلينا نشوف الأخ ليث ومعه 10 دقائق أخرى. تفضل أخي ليث. تمام، شكرا أخي جان، شكرا لتحسين على مداخلته على بحثه ومحاولة بحثه في هذا الموضوع. أولا بالنسبة لي هذا غير غريب أنه العلماء الإسلام يحاولون الطعن في هذه القصص نظرا لعدم وجودها في روايات صحيحة السند كما يقول. هي في الحقيقة يصعب على البحث أن يتقبل فكرة وضعها ودرسها في التراث الإسلامي من طرف المسلمين أنفسهم، أنها تطعن أصلا في دينهم. بل على الأرجح أنه تم تنقية كل كتب السيرة والروايات من كثير من هذه الأمور التي يمكنها أن تطعن في صحة القرآن وفي صدق نبوة محمد. السيرة النبوية لابن إسحاق التي حذف منها ابن هشام كل ما يسيء إلى نبوة محمد من أشعار وهجاء هو خير دليل على هذا الأمر، على هذه الطريقة في العمل. فالأقرب إلى المنطق أن الروايات الأخرى تم التخلص منها، ولهذه الأسباب لم يصلنا منها إلا القليل. لكن خلاص، خلينا نرى من الكتب الإسلامية بالرغم من المراوغات الكثيرة كيف كان محمد أصلاً متأثر بالأشعار، كيف كان محمد أصلاً يقرأ للشعراء ويقارب شعراء ويسمعهم. أنا أقول يقرأ، هو مشكلة الأمية مشكلة ثانية ممكن نتكلم فيها. المهم أنا أعطي مثلاً أمثلة، أنه في سيرة النبوية لابن هشام فيها أبيات بعضها ينسبها لزيد، فيه تفصيل أيضاً كمان، هو في نفس المقولة الأخ تحسين نسب نفس الشعر لشخصين بإسنادين صحيحين. أتمنى أن المشاهد يفكر دقيقة ويفهم أنه هذه كلها محاولات من علماء الإسلام لحل المشكل. يقول لك هذا الإسناد صحيح ونسب لكذا، وهذا الإسناد كمان صحيح ونسب لكذا، وهي نفس الأبيات. هم أصلاً لا نعم، ممكن شخصين قالوا هذه الأبيات، لا يمكن كبروا قول هذه الأبيات. لا لكن ممكن أتركها لمداخلتك، أنا حاولت ما فيش مقاطعات. تحسين أرجوك تحسين، خلي مداخلته كاملة. تفضل. أوكي سيد، تفضل سيد. قلت أنا إذن أنه فيه من شعر أمية بن أبي صلت هناك الكثير من الأبيات التي تظهر وضوح بطريقة واضحة مدى تشبهها مع آية القرآن. وصراحة أنا أمر بالنسبة لي يدعو للاستغراق، خصوصا إذا عرفنا أن محمد كان معجبا جدا بشعر أمية كما سنرى. أعطي أمثلة هكذا نفهم. فكرة العرش مثلا، ذي العرش، نجد عند أمية بن أبي صلت يقول عند ذي العرش يعرضون عليه، يعلم الجهر والكلام الخفية، يوم نأتيه والهروب رحيم، أنه كان وعدا مأتية، وإلى آخر من الكلام. مثلا فكرة المصدر أوكي، المصدر في السيرة النبوية لابن هشام الجزء الأول صفحة 306. نعم. أوكي نواصل. مثلا في حكمة الخلق يقول لم يخلق السماء والنجوم والشمس معهما قمر يقوم، قدر المهيمن القيوم والحش والجنة والنعيم إلا لأمر شأنه عظيم. كلها عبارات تشبه كثير من القرآن. مثلا فكرة إله العالمين كمان، نجد عن نفس الشاعر إله العالمين وكل أرض ورب الراسيات من الجبال، بناها وابتدى سبعا شدادا بلا عمد يرين ولا رجال. وفيها أشعار طويلة، أنا مش حابب أستفيد فيها كثير، لكن كثير هي ليست فقط بيت أو بيتين أو ثلاث أبيات، هي قصائد كاملة عزيزي.
نتكلم مثلا، هذه نماذج بالنسبة لي بسيطة من أوجه التشابه بين القرآن والشعر الجاهلي الدين، وهو تشابه لا يخلو من التقليد والنقل في العبارات اللي أعطيناها. لا يمكن إنكاره بحجة أن محمد ليس بقارئ، لأن الشعر كان ينقل شفهيا كما قلت وليس كتابيا، وهكذا أغلب معارف العربية آنذاك. فالقرآن معجز فللشعر نفس الفضل. إذا كان القرآن هو معجز كما كانت الفكرة في المناظرة السابقة، لأنه أنا ذكرت فكرة الشعر في سياق محدد بالنسبة للمناظرة الماضية، ذكرتها في فكرة أن القرآن معجز وأعجز العرب، وأنا أقول أنه هو مشابه لكثير من الشعر الجاهلي. الآن الدليل أن محمد كان له علاقة مع الشعراء وكان يستعمل، وخاصة مثلا أبي بن سلط، ماذا نجد؟ نجد في صحيح مسلم كتاب الشعراء الحديث التالي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: ردفت رسول الله يوما فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي صلت شيء؟ سمعين يا مسلمين، محمد يطلب من شعر أمية بن أبي صلت، هو يطلب يريد أن يسمع من شعر أبي بن أمية بن أبي صلت شيء. قلت نعم، قال هيه، فأنشدته بيتا، فقال هيه، ثم أنشدته بيتا، فقال هيه، حتى أنشدته 100 بيت. هذه في صحيح مسلم. نعطي حديث ثاني مثلا عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: استنشدني رسول الله بمثل حديث إبراهيم بن مسير شاعر كمان، وزاد وقال: إن كاد ليسلم. وفي حديث ابن المهدي قال: فلقد كاد يسلم في شعره. شعر ثالث مثلا عن حديث ثالث عن أبي هريرة عن النبي قال: أشعر كلمات تكلمت بها العرب، كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطلا. بمعنى أن محمد يتكلم أصلا عن شعراء يذكرون في كلامهم كلام توحيدي مشابه كثيرا للقرآن. أعطي مثال آخر مثلا بالنسبة لسورة عمران، مثلا نجد في ابن هشام صفحة 164 أنه فيه شاعر اسمه السويد بن الصامت وهو من الأوس، كان ابن خالة عبد المطلب جد محمد، وكان يقول لك: فتصدى له رسول الله حين سمع به، بمعنى سمع السويد بن الصامت، فدعاه إلى الله وإلى الإسلام، فقال له السويد: فلعل الذي معك مثل الذي معي، بمعنى القرآن، ويقصد القرآن، يا ربما القرآن اللي عندك هو مثل الذي معك. فقال له رسول الله: وما الذي معك؟ قال: معي مجلة لقمان، يعني حكمة لقمان. اسمع جيدا يا مسلم. فقال له رسول الله: أعرضها علي. فعرض عليه فقال له: إن هذا الكلام لحسن، والذي معي أفضل، هذا قرآن أنزله الله. الغريب هو أن مجلة لقمان تشابه جداً أنا أقرأ في الرواية مجلة لقمان يعني حكمة لقمان، والمصدر أمان، أنا أقرأ مجلة، المهم ممكن تسمى أيضا صحيفة لقمان، لكن مش مشكل في العبارة. الفكرة هو أنه محمد كان يرتبط مع الشعراء، ومحمد كان يأخذ ويسمع شعر العرب الذي هو مشابه جدا لقرآنه. إذن فكرة الإعجاز أن القرآن أعجز العرب ولا يشبه الشعر في أي شيء فكرة خاطئة، والأدلة أن محمد كان يسمع الشعر هنا. إذا كان محمد يوحى إليه ولم يكن كان أميا وكل هذا الكلام، ما به يسمع أصلا لشعر العرب، هو له وحيه، لماذا يسمع لمجلة لقمان ثم تأتي بعد حين قليل سورة لقمان؟ أليس هذا الأمر بغرابة؟ أنا بالنسبة لي مشاكل هذه كلها، وأنا أكون دائما في الفكرة أنه مستحيل أنه أشخاص مسلمين يعملون أمور ضد دينهم. في أغلب الأحيان سيكون المسلم يدافع عن دين. وجود هذه النصوص هي فقط فلتات من هذه الأمور، لأنه الناس تأخذ الأحاديث كما هي وتدرس السند دون دراسة المتن، ولما تجد أن السند قويم بمعايير ممكن نناقشها ونتفق معها ولا نقبلها تضعها، وليس لها النظرة الكاملة كما لنا اليوم. هذا الأمر من قبل لما تبحث في حديث، أنا مثلا اليوم أستعمل فقط الإنترنت، أكتب رقم الحديث لي الحديث، أكتب كلمة لي كل الأحاديث التي فيها الكلمة هذه، في بعض الأحيان أتذكر فقط عبارة من الحديث وأجد الحديث. هذا مستحيل لأي عالم من علماء الإسلام في هذا القرن، هو له فقط جزء من الإرث الإسلامي وينقي ويصفي جزء فقط. لما تأخذ الصورة كاملة تفلت أمور، وهذه الأمور هي التي يجب أن نأخذ بها كمعايير، لأنها هي التي تشير لتكون لها مصداقية أكبر من القصص التلفيقية، بمعنى أنها ليست إسناد صحيح والآخر. هذا هو تعليقي فيه.
في موضوع الشعر الجاهلي وفي موضوع الأشعار. أنا ممكن إذا كان تحسين أخ تحسين يتم أنه ما فيش أشعار كثيرة، ممكن أنشد له 10 أبيات 15 بيت يشابه جدا في القرآن في العبارات وفي الأفكار كمان، لأنه الشعراء هؤلاء كانوا موحدون وكان لهم عبارات كثيرة. مثلا كلمة رب غفور لولدت في سورة 7-15 تجدها مثلا في ولكن عبد الرحمن ربي ليغفر ذنبي الرب الغفور، تجد هذا الكلام كمان في السيرة النبوية في شعر من الأشعار. فتقوى الله ربكم احفظوه متى ما تحفظوه لا تبورا، ترى الأبرار دارهم جنانا وللكفار حامية سعيرا، وخزي في الحياة وإن يموتوا يلقوا ما تضيق به الصدور. نفس الشيء الشعر لأمية بن أبي سلط، ومحمد في حديث صحيح يطلب ويريد أن يسمع شعر أمية بن أبي سلط. غريب. كم بقي لي الوقت أم لا؟ في دقيقة. في دقيقة، أنا في الدقيقة هذه أنصح فقط المشاهد. هو فكر معي، إذا كان نبي الإسلام هو نبي صادق وأن دعوته هي دعوة حق، بالنسبة لي العكس هو الذي يجب أن يظهر. يجب على محمد أن يكون لا علاقة له أصلا ولا تشابه لكلامه بأي كلام بشري آخر. إذا كان فيه تشابه أو تلفيق بالنسبة لي في مشاكل. أظن الوقت خلص. طيب الوقت معك 10 دقائق أخرى أخي تحسين، تفضل. نعم أخي جان، في هذه 10 دقائق أرد على الطامات التي جاء بها الأخ ليث. أولاً يقول الأخ ليث إن أشعار أمية بن أبي الصالت وأن القرآن اقتبس من أشعار أمية بن أبي الصالت، وكيف أنه محمداً كان محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسمع للشعراء. هذا ليس عيباً لمحمد أن يسمع للشعراء وأن يسمع لأمية بن أبي الصلت. فبعض العرب كان عندهم موروث ديني حنفي من الديانة الإبراهيمية، والمعروف أن أساس الإسلام هو أساسه نبي الله إبراهيم عليه السلام، هو كما يقول القرآن وفقا للمنظور القرآني طبعا هو الذي سماكم المسلمين من قبل. وبقيت الحنفية فترة طويلة في جزيرة العرب إلى أن جاء عمرو بن لحي وبدل دين العرب، أنه رأى الفينيقيون والكنعانيون في الشام يعبدون بعل و يعبدون أصنام تمثل بعل، فاستحسن هذا وجلب هذه الوثنية إلى بلاد العرب، فصنع العرب الأصنام والتماثيل اللات والعزى ومنات ليعبدوها. ولكن هذا لا يمنع من بقاء موروث توحيدي، ترمينولوجي مصطلحات توحيدية في الذهنية العربية. ومنهم هذا أمية بن أبي الصلت الذي قال عنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه آمن شعره وكفر قلبه. والمعروف ومن المعروف أن التوحيد كان ضعيفا جدا في تلك الفترة التي سبقت النبي صلى الله عليه وسلم والتي عصرت، فالوثنية كانت طاغية على العرب، فالعرب قد أنه انهيارات الوثنية قد طمرت الديانة الإبراهيمية التوحيدية، فالعرب كانوا لا يؤمنون بعث ولا بحساب ولا يوم التوحيد أصلا، إلا القليل منهم يحملون أفكارا توحيدية مختلطة، أركز على مختلطة بالوثنية، منهم أمية بن أبي الصلت. أمية بن أبي الصلت طبعا أغلب الشعر الذي قيل إن أمية بن أبي الصلت قاله هو لا أقول كله وإنما أغلبه منحول، وأشار إلى ذلك المحققين من العرب وغير العرب. فهذا كارل بروكلمان في كتابه تاريخ الأدب العربي الجزء الأول صفحة 113 يقول عن
اميه بن ابي الصلت ان صحه القصائد المنسوبه لهذا الشاعر امر مشكوك فيه، شانها شان اشعار الجاهليين بوجه عام، وان القول بان محمد قد اقتبس شيئا من قصائد اميه هو زعم بعيد الاحتمال لسبب بسيط، هو ان اميه كان على معرفه اوسع بالاساطير التي نحن صددها، كما كانت اساطيره تختلف في تفصيلاتها عما ورد في القران. ثم اضاف انه وان استبعد ان يكون اميه قد اقتبس شيئا من القران لا يرى ذلك مستحيل، ويعلل التشابه بين اشعار اميه وما جاء في القران بالقول بانه قد انتشرت في ايام البعثه وقبلها بقليل نزعات فكريه شبيهه باراء الحنفاء استهوت الكثيرين من اهل المدن كمكه والطائف. فهذا كلام كارل بروكلمان. نأتي إلى كلام الدكتور جواد علي، وهو من كبير الباحثين العراقيين الأفذاذ في التاريخ العربي وفي الأدب العربي، يقول في كتاب المفصل في التاريخ العربي، كتاب كثيرا قرأناه في أيام الجامعة، إن بعض أشعار أمية الدينية متسوسة عليه، ثم لا يمكن أن يكون أمية قد اقتبس شيئا من القرآن، وإلا لقام النبي عليه الصلاة والمسلمون عليه الصلاة والسلام والمسلمون بفضحه. وعلى هذا فهو أيضا يرى أن شعره الذي يوافق القرآن إنما صنع بعد الإسلام صنعا، ودعوى أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلذذ بالشعر. هذا شيء جميل. القرآن على الرغم أن علاقة القرآن علاقة الإسلام بالشعر بوجه عام ليست بتلك الجيدة، الشعراء بعضهم يقرؤون في كل واد يهمون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلى أن روي في الروايات أن حسان بن ثابت جاء إلى النبي يبكي من هذا، قال له النبي استثنت إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تحسين الشعراء وكان النبي يسمع إحسان ويسمع لغيره ويطلب منهم إنشاد الشعر. تحسين تسمعني؟ نعم جان. طبعا لك 5 دقائق، انا مسجلها اكيد، بقي لنا 5 دقائق من، بس المشكله يا تحسين انه نحن عم نكرر نفس الحلقه الماضيه، انت اصريت انه تكمل المناظره بنفس الموضوع بافكار جديده، يعني يا ريت تعطينا افكار جديده، لانه الفيل والشعر وكله ناقشناه يعني بالحلقه الاولى، ف يعني ما في ضروره نرجع نكرر الموضوع. انا تسلط الرد عليه، هو يحاول الأخلي يحاول يا أخي، نحن حكينا بموضوع الفيل بالحلقة الأولى، حكينا موضوع الشعر بالحلقة الأولى، ما حكينا فيه. هذا موضوع خطير، ما هو خطير، عم نكرر نفس الكلمات نفس الشيء عم نكرره، يعني ما بعرف يعني. أنا لما أنت قلت لي بدي أكمل بالموضوع فكرت في أفكار ثانية. الدعاء قال نعم، ونحن حتى الوقت داهمنا، يعني المشكلة يعني لو في أفكار جديدة أفضل، يعني ما نحن إذا نكرر نفس الأفكار اللي حكيناها بالحلقة السابقة ما استفدنا شيء، يعني نحن بدنا المستمع يستفيد ونحن نستفيد ونقرب أفكار بعض، يعني نحن بدنا أفكار جديدة ممكن نناقشها، يعني ما نكرر المكرر اللي حكينا فيه يعني. نعم صحيح. طيب تفضل، 5 دقائق أخرى معك، تفضل. يعني استطرت في هذا الموضوع أو طيب شيء آخر؟ تنتقل لموضوع ثاني، يعني على هو تنتقل لموضوع ثاني، يعني بكفي شعر والفيل، ويعني أخذ يعني إذا في أفكار جديدة بدك تطرحها بمسألة الوحي أفضل يعني. نعم فقط يعني دقيقة أو دقيقة ونصف سيد جان على هذا الموضوع. خاتمة القول، خلاصة القول، إن القرآن نزل بلغة العرب، وإذا وجد المتصيدون في الماء العكر تشابها ب10 آيات أو 20 آية تشابها من هنا ومن هناك، فهذا لا يطعن في حجية القرآن، لأن القرآن بالأخير هو نزل بلغة العرب وبصلاحات العرب كي يفهمه العرب،
مثل النعيم والجنة والحساب، هذه كلمات عربية كان العرب يتداولونها، ونزل بها القرآن ليبين بها المقاصد السامية. هذا خلاصة القول. وأنا سقت الأدلة على هناك بحوث كثيرة لطه حسين وكيف أن كثير من الشعر الجاهلي ومنحول، لا نريد الاستطراد فيها. ننتقل الآن إلى موضوع الكلمات الأعجمية في القرآن، ممكن جان؟ طبعا وقتك باقي 4 دقائق، تفضل اطرح الفكرة ونرجع عليها. نعم، الكلمات الأعجمية طبعا اختلف المفسرون هل إن في القرآن كلام أعجمي. أنا يعني من حيث البحث والاستقصاء لا أجد مانعا من دخول بعض الكلمات الأجنبية والتي عربت فأصبحت كلاما عربيا. الإمام السيوطي في رحمه الله في بداية كتاب اختلاف الأئمة في هذه المسألة، فالأكثرون يقولهم أبرز أعلام الأمة ومنهم الشافعي وابن جرير وأبو عبيدة والقاضي وأبو بكر وابن فارس على عدم وقوع المعرب فيه، واحتجوا بقوله تعالى قرآن عربيا وقوله لو جعلناه قرآن عربيا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. وشدد الشافعي النكير على القائل بذلك. وقال أبو عبيدة وصاحب كتاب غريب القرآن ومن أكبر أدباء العرب ونحاتهم، إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول، ومن زعم أن كذابا بالنبطية فقد أكبر القول. وذهب آخرون إلى وقوع المعرب في القرآن، وأجابوا عن قوله تعالى القرآن بأن الكلمات اليسيرة غير العربية لا تخرجه عن كونه عربيا، القصيدة الفارسية لا تخرج عنها بلفظة فيها لفظة عربية، القصيدة التركية مثلا باللغة التركية فيها 4 أو 5 كلمات عربية لا تخرج هذه اللغة عن، لا تخرج هذه القصيدة عن تركيتها. نلاحظ كما ذكرت في الحلقة السابقة إن اللغات السامية هي لغات ولدت من رحم واحد، ولدت من السريانية أو لا، نعم من السريانية، وهي من أقدم اللغات التي ظهرت في الشرق القديم. ومن هذه اللغة تفرعت لغات منطقة الشرق الأوسط، خرجت منها العبرية والفارسية والعربية والكثير وحتى القبطية وحتى اللغة النوبية في جنوب مصر يتكلمونها في جنوب مصر. فإذا أكثر العلماء أنه لا يوجد معرب في القرآن. البعض ذهب إلى وقوع المعرب وقال إنها كلمات يسيرة، يعني لا تخرج لا تخرج القرآن من عربيته، وهذا مستحيل، يعني أن تلد 10 ألفاظ أو 15 لفظة فتكون مطعنا للطاعنين في عروبية هذا القرآن. وما أريد أن أقوله أن هناك كلمات استوردها العرب من الشعوب المجاورة لهم وتغلغلت هذه الكلمات في لغتهم وتكلموها وأصبحت معربة. طيب شكراً لك، شكراً لك، يعني صار زايد عن الوقت. أخي ليث تفضل. بصراحة كل الشعر يعني تكلمنا فيه بما فيه الكفاية، قلنا لك أعطينا شيء جديد، رجعت على الشعر. على كل تفضل أخي ليث. شكراً عزيز جان. الظاهر هو أنه أنا كنت أنتظر صراحة نقاط جديدة في فكرة أن الوحي الإسلامي هو دين من الله، لأنه تكلمنا على كل هذه النقاط. أبشر كثير من النقاط تنتظركم. نعم أبشر يا علي. لكن كان ممكن تبدأ بها مباشرة، لأنه هنا نعيد نفس الكلام. هي الفكرة هو أنك لا تأخذ لماذا أتكلم عن الكلام. أنا لم أتكلم عن الكلمات العجمية فقط لأتكلم عليها، ولم أتكلم عن الشعر الجاهلي فقط لأتكلم عليه، لا أصطاد في الماء العكر. أنا كنت أرد على حججك أن الوحي الإسلامي، أن هذا الدين الإسلامي هو وحي من الله وليس صناعة بشرية. كنت أرد على هذه النقطة بالضبط،
لا أتكلم على الشعر العربي الجاهلي فقط، لا أتكلم عليه، كنت أتكلم لما تقول لي أن العرب أفهم أن القرآن أفهم العرب، وأن حجة نعم أفهمهم ولم يأتوا بمثله إلى هذا اليوم. من فضلك لم أقاطعك ولا مرة، وأنا سمعت نفس الكلام اللي سمعته المرة الماضية، حاول تصبر علي شوي. أنا كنت أرد على هذه النقاط، وكنت أقول أنه اتهام أن العرب لم يستطيعوا هو أنه أصلاً القرآن أخذ، لم أقول كل القرآن مأخوذ من الشعر الجاهلي، لأن أنت قلت لي إذا وجدت 10 أبيات أو 15 بيت، فكرة ليست في 10 أبيات أو 15 بيت، هي الفكرة هو أنه قول أن القرآن أفحم العرب هو في نفس الوقت أخذ منهم. هاي الفكرة كانت في هذه النقطة بالضبط في التفصيل لما تكلمنا في النقاط. إذا المشكل لما نعيد الكلام هكذا مع حلقات متطاولة ونعيد مرة أخرى ونعيد ونعيد ونعيد، يذوب معنى الحجة. لماذا كنا نتكلم أصلا على هذه النقاط؟ وأنا مجبر أن أذكر لماذا تكلمنا على هذه النقطة وهذه النقطة وهذه النقطة، ونعيد نفس الأفكار تقريبا بتفاصيل فقط، بتفاصيل ومراجع أكثر، لكن الأفكار اللي قلتهم كلهم الآن سمعتهم من قبل، فقط لم يتكن لك المراجع، أنت عدت بالمراجع، وأنا كنت مصدقك، أنا لم أكذبك فيما قلت، أنا أجبت على الحجج، لم أكذب ماذا أتيت لي، كنت أعطي أفكاري أنا الشخصية وانتقادي لهذه المراجع. إذا ما الفائدة أنك تعود مرة ثانية وتعطيني المراجع وبالتفاصيل؟ أنا كمان ممكن نعمل هذا العمل. أفكارك ليست حجة أكثر من المصدر يا أخي، أنت ولدت قبل تحسين، ما حدا قاطعك، أرجوك لا تقاطعه، أنا وقفت قاطعك 3 دقائق زيادة يعني، تفضل تفضل. شكرا. أنا لا أتكلم لا أنفي المراجع في حد ذاتها، أنا أعطي نظرة نقدية للمراجع، بمعنى أنه لما تقول لي ابن حجر العسقلاني قال كذا أو الإمام الذهبي قال كذا، أنا بالنسبة لي هو مسلم وأراه كمسلم يدافع عن دين، أخذ النظرة الكاملة وأعطي نقدي وفكري، والمشاهد يحكم به ويأخذ بالفكر ويأخذ بفكرك ويعمل به. لكن ما الفائدة أن نكرر مرة أخرى نعيد نفس الأفكار؟ أنا كنت أنتظر أفكار جديدة في هذه 20 دقيقة أو أكثر اللي أخذتها اللي في مسألة الوحي الإسلامي، أن في مسألة أن الإسلام وحي من عند الله وليس صناعة بشرية، كنت أنتظر نقاط جديدة. سمعت نفس الأفكار اللي تكلمنا عليها من قبل بمصادر فقط، وأنا نفس الرد راح نعطيه. فكرة العبارات الأعجمية والكلام الأعجمي لم تكن نفس الشيء، لم تكن هكذا كلاما في فراغ. كنت أرد على حجية أن القرآن له ليس بينا وليس بليغا، لأنك لما تكون بليغا لا تستعمل كلمات دخيلة، هاي السياق اللي كنت أستعمل فيه الحجة هذه، لما استعملها فقط لهذا الكلام. وكون أن علماء الإسلام يختلفون في مسألة هل الكلمات أعجمية أم لا، هو مشكل داخل القرآن، القرآن يؤكد أنه كلام عربي مبين وأنه أتى على لسان عربي إلى آخره. إذن من الصعب أنه في نفس الوقت تأخذ الآيات التي تقول أنه كلام عربي وفي نفس الوقت تجد كم رائع وهائل من كلمات الأعجمية وذوي الأصول الأعجمية. هاي الفكرة، المشكلة هنا، محنة العلماء الإسلام في هذه النقطة هنا. وأنا استعملت هذه الفكرة هو أنه لا نصف القرآن ببليغ وبين، وهو فيه العيوب البلاغية اللي ذكرتها، ذكرت منها العبارات الأعجمية وأعطيت أمثلة أتى بها السيوطي وآخرون، وتكلمت على أن ابن عباس في حد ذاته لا يفهم كلمات وهو ترجمان القرآن، وأعطيت عبارات عن عمر لم يفهمها حتى أواخر حياته، وأعطيت أمثلة من هذا السياق، وتكلمت أيضا على التكرار، وتكلمت أيضا على أخطاء النحوية داخل القرآن، وتكلمت على تقديم اللفظ على المعنى إلى آخره. ما الفائدة أن أكرر ما هو موجود في الحلقة الماضية؟ ما لا فائدة لهذا الكلام. إذا أنا سمعتك عزيزي وسمعت نفس الكلام، أنا ممكن أتكلم في نقاط أخرى ما دام لم تعطيني حجج جديدة ممكن نفكر فيها. لا سأعطيك لا، لكن للأسف انتظرت تقريبا نص ساعة ولم أسمع أي كلام جديد. أنا ممكن أنا الآن ممكن خليني فقط نكمل، ممكن أنا أعطي نقاط أخرى. أنا عندي مشكل مثلا مع قصة حفظ القرآن، ممكن تعطيني رأيك في هذا الموضوع. من قصد شو؟ أن القرآن محفوظ. أنا بالنسبة لي لما أقرأ في المراجع الإسلامية أجد أنه فيه آيات مفقودة وفيه صور كمان مفقودة. آية الرجم مثلا هي أحد أدلة المعروفة في هذا الموضوع، وليست الوحيدة، ليست آية الرجم الوحيدة التي فقدت من القرآن، لأنه حاولوا فقهاء الإسلام إيجاد حل فقهي
يعفيهم عن التفكير والتدبير، فقالوا أنها من المنسوخ حرفا والباقي حكما حكما إلى آخره. بل هناك عدد كبير من الآيات التي تخبرنا النصوص الإسلامية أنها مفقودة. مثلا حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون، أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، سمع النبي صلى الله رجلا يقرأ في المسجد قال: رحمة الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطهن من سورة كذا وكذا. المصدر في صحيح البخاري كتاب شهادات باب شهادة الأعمى وأمره ونكاح، بمعنى أنه فيه آيات كانت تسقط من سورة كذا وكذا وينساها محمد. في حديث آخر مروي عن عائشة أيضا، كان النبي يستمع في قراءة رجل في المسجد فقال: رحم الله الذي ذكرني آية كنت أنسيتها. بالنسبة لي هذا مشكل في حفظ القرآن. هذه كلها نصوص تخبرنا أن الناس كانوا ينسون القرآن بما في ذلك محمد نفسه، هو الذي من المفروض أنه هو الذي أتى بهذا الوحي، حتى لو نسي الناس أجمعون لأنه كان في قلبه ذكر، سيكون هو من يذكر. لكننا نجد العكس، حيث أنه لا يتذكر بعض الآيات إلا حين يقرأها بعض الأشخاص في المسجد. أنا الرواية هذه بالنسبة لي مشكلة. في روايات أخرى كمان فيه مشاكل، صور مفقودة كاملة. مثلا في آيات كثيرة لكن في نفس الوقت في صور، مثل ما قال ابن مسعود في هذا الموضع سينشر فيه صور، مثلا في مصحف أبي بن كعب نجد صورتي الخلع والحفت. فين هم الصور هذه من اليوم في المصحف الحالي؟ نجد مثلا أنه فيه آيات مضافة، مثلا عن عمرو عن باجلة أو غيره قال: مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بغلام وهو يقرأ في المصحف: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم وأمهاتهم وهو أب لهم. قال: يا علام، حكها. قال: هذا مصحف أبي، بمعنى أبي بن كعب. فذهب إليه فسأله فقال: إنه كان يلهيني القرآن ويلهيك الصفقة بالأسواق، بمعنى لا تعلمني القرآن يا عمر، لأن أبي بن كعب أحد من الأربعة الذي أمرنا محمد أن نأخذ عنهم القرآن. نجد هذا الكلام في السنن الكبرى للبيهقي في باب ما خص به من أزواج أمهات المؤمنين أن يحرم نكاحهن من بعده على جميع العالمين، هذا المصدر بالضبط. وفيه أمور كثيرة من هذا السياق تجعلني عندي مشاكل مع قصة حفظ القرآن كعقيدة في الإسلام، وتعطيني انطباع أنها بشرية بامتياز، أن قضية جمع القرآن بشرية بامتياز، أنه فيه مصاحف كانت فيه صور ومصاحف لم تكن فيه صور أخرى. مثلا في كتاب الإتقان عند السيوطي نجد: وفي مصحف ابن مسعود 112 صورة. تخيل في مصحف أبي بن مسعود، وهو أيضا من الأربعة الذي أمرنا في حديث صحيح يأمرنا محمد فيه أن نأخذ القرآن من أربعة، منهم أبي بن كعب وابن مسعود. والسيوطي يقول لي أن في مصحف ابن مسعود 112 صورة، لأنه لم يعتبر المعوذتين صورتين. إذن معوذة صورة أم لا؟ أحد كبار المسلمين، كبار من لازم أخذ عليه القرآن، يقول لي ليست صورة. هذه كلها أنا بالنسبة لي دليل واضح على بشرية هذا الدين من ناحية كتابه الأساسي وهو القرآن. ممكن أيضا نتكلم على القراءات المختلفة على السريع، ونتكلم على مدى الاختلافات اللي فيها. أنا دائما أذكر هذا المثال، هو أنه في الآية 285 ممكن من سورة البقرة، وهي آية مهمة التي يقال فيها أنه التي تعطينا عقيدة الإيمان في الإسلام، أن يؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه. المشكل هو أنه في قراءة أخرى متواترة، وأظن أنها قراءة خلف، ونجد كلام هذا في الخطيب، في كتاب للخطيب في المعاجم، يضم فيه كل المعاجم، يضم في الصفحة 400 وكذا، ممكن أبحث عليها، مش مشكل. الفكرة هو أنه في رواية خلف نجد كتابه وليس كتبه، بمعنى أنه إذا أخذنا المصحف على طريقة على قراءة خلف، يصبح من العقائد الإسلامية أن أؤمن بكتابه بمعنى القرآن وليس بكل الكتب السماوية، وهذا تغيير جذري في العقائد. اختلاف حرف، لأن المخطوطات كانت مختلف حرف، يؤدي إلى تغيير عقائد. هذا دليل بالنسبة لي على بشرية هذا الدين. شكرا ليث، شكرا حبيبي. طبعا أخونا تحسين نقاط كثيرة، وياريت تأخذها نقطة من الآيات المي موجودة، مثل آية الرجم، الآيات المضافة إلى جان. هو تفضل. نعم نعم، هو ليث احنا دخل مباشرة حول قضية جمع القرآن، لازم يلف هذا، لازم
حلقة، ولكن لازم يلف مع ذلك لا لا هذا ليس موضوع الحلقة وهو دخل به، ممكن نخصص حلقة كاملة لجمع كيف جمع القرآن. حبيبي هذا شيء جزء من الوحي، انت تثبت الوحي بأي طريقة ممكن تثبت الوحي، يعني نحكي بالشعر يعني؟ لا لا مو بالشعر، لا لأنه هو هذا الموضوع هذا لا يغطى في نصف ساعة، احنا وقت المناظرة المفروض ينتهي يعني الساعة 12 او بس، لا يمكن ان يغطى بهذه الدقائق اليسيرة، موضوع كبير. و طبعا سأرد عليه باختصار ونرجع البحث المفصل للحلقات المقبلة إن شاء الله. أولا ما ذكره من أنه قضية عمر واختلاف بالقراءة مع أبي، أولا نقول أن أبي هو أعلم وأحكم من عمر في القراءات وفي قراءة القرآن. ثانيا أغلب الروايات التي وردت إن عن ابن مسعود أو إن عن عائشة إن سورة الأحزاب سقط منها كذا، كل هذه الروايات قال عنها العلماء إنها روايات آحاد، وروايات الآحاد ممكن أن تقبل في الأحكام ولكن وفي الترهيب والترغيب والقصص، ولكن لا تكون حجة في نقل القرآن، لأن مما عرفنا القرآن هو ينقل بالتواتر، نقل بالتواتر، والقرآن جمع في زمن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جمع، وما ورد من هذه الروايات فإما وردت في كتب الأبحاث القرآنية بغير دليل، وإما وردت بآيات أحاد بأسانيد أحاد، والعلماء قالوا أن مثلا رواية أعطيك مثال واحد، رواية عائشة عن سورة الأحزاب وكيف أن الداجن أكل منها، هذه روايات أحاد أنه لم تروى بطرق متضافرة ورويت بطريق واحد، وهي آيات متعارضة مع الإجماع الإسلامي على تلقي هذا الكتاب بالحفظ والصون من تلك الفترة إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا، ومعروف أن الأمة أجمعت على هذا النص، وهو على هذا النص القرآني المتداول بيننا وهو مصحف عثمان. لا تنسى أن اللغة العربية عدة لهجات، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمون بقراءة القرآن بلسان قريش. ممكن أنه بعض الناس أو بعض الصحابة يخطئ في تلاوة القرآن. تحسين في انقطاع، سامعني؟ قال آية تحسين حدث في انقطاع، ممكن حدث في انقطاع، ممكن تعيد فقط نقطة، اسمح لي فقط بسؤال. هل تسمعني؟ أنا سامعك الآن، سامعك. نعم. فقط سؤال صغير، أنت تقول لي أنه الأحاديث هذه كلها أحاد، أنا سؤالي واضح، هذه الأحاديث كذب أم حق؟ أنا إذا وجدتها أحاديث صحيحة هل هي حقيقة أم كذب؟ بكل بساطة بالنسبة لك هذه الأحاديث وإن رويت حسب الإسناد، أنا فاهمك، أجبني أنت، هل هذه الأحاديث حق أم كذب؟ لا ليست بحق. إذن صحيحة لكن ليست بحق، لأنها لا تخدم صحيحة. لا اسمحي، المسلمون يقولون إن القرآن بالتواتر، فهمت، وليس أنا فهمت. إذن هذه الأحاديث كذب رغم أن إسنادها صحيح، هذا هو الكلام اللي تقول لي فيه. لم أقل كذب، هي لم حق، هل هي حق أم كذب؟ رغم أنه السند صحيح لكنها لا تورث اليقين القطع واليقين، لأن لم تجبني القرآن الأدلة. هاي لعبة حد تحسين يعني لا لا مش لعبة، ممكن يعني تراجع
إذا سند صحيح يعني أنت بتجي بتقول لا تصل لليقين يعني يعني إذا أخي عندنا في أدبياتنا الإسلامية إن أحاديث الآحاد إن أحاديث الآحاد لا تثبت الـ 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 الأمور العقائدية الكبيرة في الإسلام. أحاديث الآحاد لا تثبت، بعض قد يقول أنه الأحاديث الآحاد يعني حجة عنده في كل شيء، لكن الأغلب التيار الإسلامي يقولون أن أحاديث الآحاد لا توجب القطع واليقين. هذه نقطة. النقطة الثانية، ماليش القرآن بعث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه النبي قال كان يعارض القرآن علي في كل رمضان مرة، وعرض عليه في سنة وفاته مرتين، مما قال لدنو أجله. وروي عن زيد بن ثابت وعن كثير من الصحابة وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام إنهم كانوا يكتبون القرآن في الجلود وعلى اللخاف، على العسب واللخاف، لأن هذه كانت أساليب التدوين البسيطة عند العرب. والنبي كان صلى الله عليه وسلم له كتاب للوحي، له عدة كتاب للوحي يكتبون كل آية تنزل من الله سبحانه وتعالى. فكانت ولكن في زمن وجمعت كل هذه الآيات في زمن أبي بكر بمصحف بعد أن استشار الصحابة وأشاروا عليه، قال هذا أمر يعني شوي صعب، لكن الصحابة قالوا أشاروا عليه بجمع القرآن، وبقيت الصحف عند حفصة، وجمع قرآنا بكافة سوره في زمن عثمان، لأن الناس عوام الناس يقرأ الآية هيج، واحد يقول الآية هيج، يقرأ يختلفون في القراءات. فالقرآن في زمن عثمان جمع، في زمن عثمان رضي الله عليه جمع، وهو قرآن يتلى من سنة الصور في سنة 27 للهجرة إلى يومنا هذا، أكثر من 1400 سنة لم يبدل ولم يغير. ولكن لا يمنع هناك قراءات كسر وفتح، إضافة حرف، إضافة حرفين، هذه قراءات وهي موجودة، ولكن القراءات لا تقدر، القراءات لهجات، العرب يلفظ الكلمة بكذا والآخرين يلفظون بكلمة كذا. فهذا أنا لست بودي أن أتطرق إلى قضية جمع القرآن في هذا الوقت، ولكن الأخ ليث جرنا إلى هذا الأمر لأن أحب أنه يؤجل إلى حلقة أخرى. وفي رواية عن علي عليه السلام قال بعد وفاة رسول الله عليه وعلى أن لا أضع على كتفي ردائي حتى أجمع القرآن فجمعته. أيضا القرآن لم يكن فقط أبو بكر هو من ساهم في جمع القرآن، ولكن حتى علي ساهم في قضية جمع القرآن. طلبت لي جان كم بقى لي من الوقت؟ بقي أقل من دقيقة. أقل من دقيقة. الآن أحب أن أنتقل إلى موضوع آخر، فلنتفق على قضية جمع القرآن. الموضوع الآخر بصراحة ما راح تقدر تنتقل لأنه الوقت لن يسعفنا، يعني بقي ثواني. يعني انتهت المناظرة جان؟ انتهى الوقت المحدد؟ انتهى وقت المحدد يعني. اوكي. موضوع اخر ما اظن يسعفنا يعني. طيب يعني انا كان في ودي التطرق الى ثلاثة محاور، هو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب القديمة وبالأدلة، وبالأخص كتب البراهم وكتب الهندوس الفيدا، كيف أن النبي ذكر بالاسم نصا. وأريد أتطرق لأجل هذا الأمر الحلقة الأخرى، أتطرق إلى النبوءات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والتي تحققت
في حياته وبعد مماته وامل والنبوءات الاخرى التي لم تحقق. واود ان المحور الثالث ان اتذكر الى اقوال كبار العلماء من غير المسلمين في صدق هذا النبي. واحب ان قبل ان ننهي الحلقه جان احب ان اورد قول لأحد المستشرقين كبار المستشرقين الهولنديين وهو الدكتور مارك توب وأستاذ تفسير العهد الجديد في جامعة إدنبرا واطلعت على هذا الكتاب بالنسخة الإنجليزية بنفسي. يقول طيب رئيس جامعة إدنبرا هو بيقول لك وقتك انتهى وكفاية بقى. أخي ليث معك الميكروفون معك 10 دقائق. لماذا تقاطعني يا جان؟ تعال أكمل. طب خلص وقتك وصار وقت الزلمة صار لك دقيقتين زيادة يعني. أنت قلت المناظرة انتهت. لا أنا لم أقل المناظرة انتهت، أنا قلت وقتك انتهى. أوكي. تفضل ليث معك 10 دقائق. أوكي شكرا عزيزي. أنا إذا تكلمت على نقطة القراءات ومشاكل في جمع القرآن وفي القرآن في حد ذاته، لأنه الحلقة اسمها حقيقة الوحي الإسلامي، هل الإسلام دين الله أم صناعة بشرية؟ والأمور التي سقتها بالنسبة لي هي دليل على بشرية هذا النص. هاي الفكرة. أنا في صلب الموضوع لم أثير موضوع ثاني وآخر. للأسف أخذنا أكثر من نصف الحلقة تكلمنا في الحلقة الماضية لنكرر نفس الأفكار. أنا كان بودي أنه ثلاث محاور اللي تكلم عليهم الآن أخي تحسين كان بودي يبدأ بهم مباشرة إذا كان حابب يكمل الموضوع. في الأفكار اللي أعطاها أنا صراحة لم أفهم. هو يقول لي الأحاديث الأحاد لا نستعملها في الأمور العقدية إلى آخر من هذه النقاط. يا عزيزي إما كذب إما صحيح بكل بساطة. هل الكلام موثوق أم خطأ؟ هل صحيح أم خطأ؟ True or false؟ أنا أخذ الحديث وأجده في الصحيحين وأجده بإسناد صحيح ويعمل به وكل ما تريد. إذن أنا بالنسبة لي عائشة قالت هذا الكلام على حسب علماء الإسلام. إذا عائشة قالت هذا الكلام كيف أنا أتغاضى عليه وأقول لا لم تكن لا تكن فيه آية ولا لا أستعمله للعقائد لأن في القرآن لا يجب فيه تواتر؟ من قال هذا الأمر؟ وجدت هذا الكلام داخل القرآن؟ هذه محاولة أخرى من فقهاء الإسلام دائما لتجنب المشاكل. من فضلك عزيزي تحسين من فضلك الأمر راح يكون صعب. نواصل فقط. إذن أنا بالنسبة لي فكرة أنه هي أحاديث أحد إذن ليست مشكلة لي في هذه القصة، هو فقط لعب عاطفي لأنني لا أريد المشاكل، لا أريد أن نمسل قدسية هذا الكتاب. إذن أقول أن الأحاديث رغم أنها صحيحة فهي أحاديث أحاد، وأقول نحن في أمة الإسلام أحاديث الأحاد لا تمس الأمور العقائدية. هروب بكل بساطة، هروب. إما القصة وجدت إما لم توجد. إذا آمنت لا لم توجد. أوكي الحديث صحيح، أنا بالنسبة لي وجدته في الصحيحين، إسناده صحيح، إذن وجدت بالنسبة لي. هكذا أفهم، إما صحيح إما كذب. إذا أقريت أن لما يكون حديث على محمد يكون إسناد صحيح إذن محمد قاله، إذن أعمل بهذا الفكرة في كل السياقات. لا هي لم هذه الآن يا مال مال من جمع القرآن لم ترد عن النبي، إنما عن عمر عن عائشة عن كلهم هؤلاء بشر. تمام. يا عزيزي تحسين من فضلك خذ النقاط وخذهم في مداخلتك، لأنه أصلاً كلامك يتقطع وأنا لا يمكن نبقى دائماً في نفس الموضوع، المشاهدين صعب عليهم. من فضلك أنا أعطي فقط أفكاري في الموضوع وأنت أعمل بها الذي تريد. أقول أنه إذا أخذت أنه
معيار الحديث الصحيح يوصلني إلى كلام محمد أو يوصلني إلى كلام عائشة. إذا عائشة قالت لي آية الرجم كانت موجودة ولم أجدها، إذا قالت لي أنه الآيات الفلانية أو الصور الفلانية مفقودة، إذا سمعت عن أبي بن مسعود بسند صحيح أنه كان فيه صور ولم أجد، عن أبي بن كعب آسف، ولم أجدها من بعد، بالنسبة لي هذه مشاكل لا أهرب منها وأقول أحاديث أحد. بالنسبة لي هذا هروب، هروب من المشكلة. أسمي أعطي مصطلحات وأحط الأحاديث التي لا تعجبني أو التي تضر أموري العقائدية داخل تحت هذا المصطلح، هروب بكل بساطة، هروب. هذه أدلة واضحة على بشرية هذا الطريقة كلها في جمع القرآن، ولم أن القرآن أصلا تطور وتبع الطريقة. في قضية جمع القرآن ممكن نتكلم في نقاط كثيرة، على أنه القرآن أصلا هو يقول لي أنه كان فيها كتاب كثيرين للقرآن، وهي في العهد المكي لا نذكر إلا واحد أو اثنين في الرواية الإسلامية. يقول لي أنه علي كان قد جمع وكتب القرآن، هذه كلها لما نرى في التفاصيل نجد إما هنا حديث ما مرسلة ومبتورة، وأن لا وقع على من الصحة. هي الحقيقة هو أن محمد لم يكتب قرآنا قبل أن لما حتى مات، والوحي لم ينقطع حتى واصل حتى قبل ما أن يموت، وحي بين قوسين بالضبط، لأنه هو كان ما دام حيا كان يوحى إليه، لأنه كان محتاج إلى الوحي في حياته بكل بساطة. إذن لما توفي حدث فيه المشاكل العظمى، وجاءت فكرة أنه لازم علينا أن نجمع هذا الكلام وإلى آخره مع الجمع البكري، مع مجمع زيد، ومع الجمع العمري والجمع العثماني والتفاصيل لكل فيها. وهي لما يدرسها إنسان بعين محايدة ليست بعين المبرر وبين المؤمن، يرى فيها بشرية بامتياز. إذا بحث مباشرة في المصادر ولم يستعمل الشيوخ أو يستعمل المواقع اللي تقول له هاي القصة وليست هذه، وها كيف تجيبها وكيف الرد، وها القصة الخيالية عن كذا وكذا والقرآن كان محفوظ وكل ما تريد، لم يرى أمر من هذه الأمور. هو يقول لي الاختلاف بين القراءات فقط حروف. يا حبيبي، حرف ممكن يغير أي يغير أمور كثيرة. قاتلوا واقتلوا ليست نفس الشيء مثلا، حرف واحد ممكن يغير أمور عقائدية رهيبة. آمنوا بكتبه وآمنوا بكتابه ليست نفس الأمر العقائدية. القرآن كلام خطير، كلام ربنا في نظرك، هو كلام الإله خالق الأكوان. إذن أي حرف فيه له أهمية كبرى. وأنت تأتي بالسهل تقول لي اختلافات القراءات حروف فقط، أوكي فلنرى المشكل هذا. أنا مثلا أرى بين حفص وبين ورش في الزخرف الآية في الآية 19، الملائكة عباد الرحمن، في حفص الملائكة عند الرحمن، ليس نفس المعنى أصلا. أيهما القرآن؟ أيهما آخذ؟ هل الآية تتكلم لي على أن الملائكة هم عباد الرحمن، أو هي تتكلم عن الملائكة التي هي عند الله الرحمن؟ لا علاقة. مثلا أجد أن في محمد في سورة محمد الآية 47 في حفص، والذين قتلوا في سبيل الله والذين قاتلوا في سبيل الله، المعنى ليس نفس الشيء، والآخر من هذه الأمور الكبيرة. القرآن من المفروض أنه محفوظا حرفا. مثلا أجد في سورة الحديد في الآية 57، فإن الله هو الغني الحميد. أذهب إلى ورش الذي هو متداول في المغرب في الجزائر في تونس، فإن الله الغني الحميد، أين ذهب هو؟ أين ذهب؟ أين الحفظ؟ أين حفظ القرآن في هذه القصة؟ بالنسبة لي هذه بشرية، لأنه كان فيه مخطوطات وكان فيه مشاكل في القراءات، ودمرت وأتلفت مخطوطات، ففيه مشاكل في النقل والناسخ والمنسوخ، فيه مشاكل الحروف أسقطت ولم نجدها فيها، لأنهم بشر كل الناس الذين أخذوا الكتاب ونقلوه هم بشر. نجد مثلا في 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 في, في أمور أخرى، مثلا كطي السجل للكتب كطي السجل للكتاب، أيهما أخذ؟ أيهما عقيدة؟ في بعض الآيات مثلا القذافي كان يقول يجب علينا ننزع قل من الصور أو نضع قال، نفس المشكل. في سورة الجن 72 نجد قل إنما أدعو، ثم في ورش نجد قال إنما أدعو، ليس نفس المعنى أصلا، ليس نفس المعنى أصلا. ويقول لي أن القرآن وحي إسلامي وأن محفوظ وموجود منذ السنة 25 إلى اليوم، هو يطلب نفس الطريقة. هذا وهم يا عزيزي تحسين، هذا وهم. الحقيقة هو أنه فيه مشاكل كثيرة وظهور بشري جلي في كل مراحل القرآن. هذا كتاب بين أيدينا له تاريخه، له تغيراته، وله نصوص التي تدل على أنه فيه حذف
فيه تغيير، فيه اختلاف المعاني. والقراءات المختلفة لما يدرسها إنسان كويس يجد أنه من المستحيل أنها تكون قصة السبع الأحرف التي أصلا غير معرفة جيدا، لأنه فيها أكثر من 20 معنى عند علماء الإسلام، ومستحيل أيضا أن تكون فقط قصة أنه لهجات مختلفة، لأنه لما أنا أقول لك حرف اختفى ليس مشكلة لهجة، لما أقول لك قاتل واقتلوا ليست مشكلة لهجة، هو اختلاف جذري في المعنى. وهذه شئنا أم أبينا نقاط تظهر بشرية هذا الدين. بقي لي الوقت أم لا عزيز؟ عندك دقيقتين لسه. أوكي دقيقتين، أنا في الدقيقتين هذوما ممكن فقط أتمنى أنه نتكلم في نقاط جديدة. أنا تكلمت على هذه النقطة، أثرت نقطة جديدة في قصة في نظرة أنه الدين، في نظرة أن القرآن بشري، وهذه النقاط على السريع هكذا، لأنه لم يعطيني الأخ تحسين نقاط أخرى للنقاش. لا سأعطيك نقاط أخرى. أتمنى أنه في المداخلة القادمة الأخ تحسين يعطيني نقاط أخرى. في قصة أن محمد مذكور في الكتب القديمة وإلى آخره، صراحة هذه النقطة بالنسبة لي فارغة أكثر من أمر شيء، لأن المسلمين في عادتهم يريدون دائما يأخذوا أصلا لما يدرسون الديانات الأخرى يدرسوها بعين غير محايدة تماما. وفي أغلب الأحيان لما نتحقق من وجود هذه الأمور أم لا نجدها فقط تلفيقات وكذب أو أمور ملوية يحدث فيها لوي العنق للمعاني تصير صحيحة مع هذا الدين. إذا كان لك نقاط أخرى من فضلك، أظن أنها تكون أنجح في هذه النقاط، لكن أنت حر حبيب تحسين تفضل. طيب أظن وصلنا لنهاية المناظرة، إذا بدكم من هي أو إذا بدكم تأخذوا كل واحد 10 دقائق أخرى. جاءنا الوقت لي الآن، عم بقول وصلنا لنهاية المناظرة. نعم جاهد. بس ممكن أنا أيضا وقتي يعني راح شو متأخر من الليل و طيب عندي عمل لازم أنهض مبكر. معناته ناخذ شوية اتصالات من الأصدقاء المتابعين، ناخذ آراء. لا شوف أنت ابتديت يا تحسين، انت بتبتدي هو بنتهي، اذا انت ابتديت انت بتنتهي، فنحن خلينا ناخذ نشوف الناس اللي معنا كمان. يعني كم تستغرق المداخلات؟ قلوا نحط علينا يا اخي جان. طيب خلينا يا تحسين الوقت انتهى يعني. طب خلينا نشوف الاخ جانو. تفضل اخي جانو. تحياتي حبيبي جانو لك ولضيوفك حبيبي ليون والاستاذ تحسين. طبعا انا راح اجي مع تحسين يعني ذكر كثير اشياء من اوكي جانو. نعم الوقت لا تحسين اسمع ولكن مداخلات تحسين خلينا نسمع يا تحسين. تفضل يا جانو تفضل. تحسين بيقول انه صور الفيل هيك صاروا هيك في سياق تاريخي. انا راح اجي مع تحسين في هذا السياق التاريخي اللي هو بيقول. طب قبل محمد شو كان اهل المكة والمدينة كانوا؟ جانو راح صوتك. في صوت هلا؟ في صوت تفضل. طبعا اهل الحبشة كانوا يعني مسيحيين، يعني لازم هو يدافع عن 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 اهل الحبشة اللي راح يجي يخلص الوثنيين من دين الضلال ولكي يكون دين لله. يعني فليش حتى يقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يعني الله دافع عن الكفار ضد المؤمنين المسيحيين. هذا أول نقطة. فكرة التوحيد النقطة الثانية. طب أنت يا مسلم أظن في شو دخلك إذا بتوحيد الله أو أنا
بدي اعبد اي شيء. هلا بعد 2000 سنه قدر انه يوحدون الله، كل واحد بيعبد شيء ثاني. يعني هذا بالنسبه للتوحيد، مثل ما قال هو بنفسه انه عائشه قال انه الداجن والماعز اكل والفأران اكل النص القرآن. طيب فين النص الثاني؟ هذا اولا. ثاني شيء، لما كان محمد بيجتمع مع عائشه وهي حائضه، يعني هذا الشيء كمان، يعني حديث احد. اذا كان حديث احد، انت يا تحسين كنت موجود مع عائشه لما كان حياتي لكم. طيب شكرا، شكرا جانو، شكرا، شكرا كثير لك حبيبي. على كل، على كل، ليث انت معي؟ نعم حبيبي، انا معك. شو قولك بكلمات جانو؟ تفضل. انا استمعت الاخ جانو دائما في مداخلاته وحتى في التعليقات، اشكره كثير في اللايف شات دائما يشارك معنا. هو يسال اسئله وجيهه، نظن انه الأخ تحسين يجب أن يسألها لنفسه هو وأي مسلم، وأنه في لا أدري، ممكن أن الأخ تحسين لم يسمع مداخلة جانو لأنه حدث فيه انقطاع، حاولت الاتصال به الحين، لكن نعم نعم هو عاد فقط الفكرة، مثلا لما قال لك أنه المعز أكلوا أكلت الجزء من القرآن، قال لك فين صار هذا الجزء وكيف تتغاضى عن النصوص وهي موجودة. دائما تدور حول نفس الفكرة، هو أنه هذه النصوص موجودة وبأسانيد صحيحة، إما نعتبرها كذب إما نعتبرها حق. فإذا كانت حق فعلينا أن نجد حل لهذه القصة، لأنه صحابة هم الذين يتكلمون في هذا الكلام ويحكون هذه القصص، وعائشة تعطينا نصف الدين نذكرك. إذن كل هذه الأمور لا، كيف أنت تتغاضى عليها فقط بحجة أنه ما دامها أحاديث أحاد فلا تمس في عقيدة القرآن؟ ألا تظهر لك أنها هذه النقطة غير كافية صراحة؟ بالنسبة لحديث عائشة اللي أنه جزء من سورة الأحزاب، أعتقد هذا يعني بالدرجة الأولى هذا ينافي المعقول، هذا ينافي المعقول. اولا مثل ما قلت ان هذا الامر ورد فقط عن عائشه، فهو امر ليس منسوبا الى المعصوم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، انما ورد عن عائشه فقط. تحسين نحن نتناقش، يعني معناته صحيح مسلم يعني لازم نشيل منه كثير احاديث، انه مثل ما قال لك الاخ، لا قلت لك في قضيه جمع القران خبر لا يعتمد. يا اخي بس خلينا نكمل فكره بعدين احكي. يعني الاخ ليث قال لك اما كذب اما صحيح، يعني حديث عائشه بما انه ما حدا روى غير عائشه وانت بتعتبره احد، لازم يلتغي من صحيح البخاري وما يكون صحيح اصلا، يعني ما لازم يكون موجود. لا هو صح، هو البخاري ليس نصا معصوما. صحيح البخاري فيه احاديث معلوله، فيه اسانيد، حتى اسانيد ضعيفه. صحيح البخاري وصحيح مثل ما الالباني على حديث لعن الله من باع حرا واكل ثمنه، هذا لان فيه يحيى بن صالح قال الالباني عنه ضعيف. حبيبي تحسين، انا هالحكي هذا اللي انت بتجيبه هذا ما بيهمني، لانه انت لا تمثل الامه الاسلاميه. الأمة الإسلامية الجمع على كل مشايخ الإسلام، علماء الإسلام سميهم كما تشاء، أجمعوا ما في صحيح البخاري وصحيح مسلم صحيح 100%، واللي يقول غير ذلك. خلينا نكمل يا أخي خليه يكمل، بس لا تكون شوكتك شوي حارة. أجمعت الأمة على صحيح مسلم وبخاري. اللي اليوم بيطلع بيقول لي صحيح مسلم فيه والله فيه معلول وفيه مدلول وفيه مشلول، هذا برجع لك، هذا تحليلاتك الشخصية أنت. بس أما أجمع الأمة على صحيح البخاري وصحيح مسلم، صح كتابين بعد القرآن، وما لا أنت ولا غيرك يطلع له أنه ينتقدون أصلا، يعني ولا أنا ولا غيري.
يعني كوجهة نظر إسلامية طبعا. تفضل. جان، أنا لم أقل أنا المسلمون يقولون البخاري ليس معصوم 100%، إنما البخاري هو أصح كتب الحديث، أصح كتب الحديث. وأنت مثلا لو تفحص السلسلة الحديثة للألباني في وهو من المعاصرين، يعني توفي عام 2000، الألباني في السلسلة الصحيفة يعل بعض أحاديث البخاري، يعد بعض الأحاديث البخاري، لأن البخاري قد يروي حديث بثلاثة طرق، قد يكون أحد طرق هذه الحديث ضعيفة، ممكن الطريق الثاني لهذا الحديث الذي يرويه في موضع آخر الكتاب صحيح. البخاري فيه مراسيل وموقوفات وحتى أحاديث يعني ضعيفة، يعني لكن بهالحالة أنت بأي حديث جبنا لك إياه بدك تطالع له علل وبدك تطالع له شلل، معناته انت انسان قراني. لا انا مش قراني، انا اؤمن بالسنه النبويه. طيب ولكن هي السنه النبويه هي صحيح البخاري يا ناس، بخاري. السنه النبويه فيها الضعيف والحسن والمنقطع والموقوف والمعلعن. انا انت اللي عم تاخذ بدك اياه، انت عم تاخذه واللي بعجبك تاخذه. لا مش اللي بدك، ممكن أن تدخل في الجوجل ولا تروح للمكتبات وتتعب لحالك، ممكن في الجوجل وتقرأ هذه الآراء المختلفة بعد المناظرة. ولكن اللي أقول إن نعم إن صحيحي البخاري ومسلم من أصح كتب الحديث في الإسلام، من أصح كتب الحديث والإسلام في الإسلام، ولكن هذا لا يعني إن صحيحي البخاري ومسلم معصومين من الخطأ والزلل. نعم. طيب خليني أعطي دقيقة واحدة، أعطي الميكروفون لأخي ليث. نعم حبيبي، أنت حابب تعليق؟ سمعني؟ حابب أسمع تعليقك على كلام الأخ تحسين. أنا صراحة أعرف هذه المشاكل هي دائما تحدث مع أحاديث اللي فيها مشاكل، مثلا هو لم يذكرها، لكن حجة المسلمين في قضية البخاري أن فيها مضار ضعيف وفيها المرسل دائما في الأحاديث اللي فيها مشاكل، مثل محاولات انتحار محمد يقول لك أنها مرسل ضعيفة. هي الظاهر أن المسلم يريد أن دينه يطلع صح، ولما يحدث فيه مشاكل سواء كان مع روايات إسلامية، سواء كان مع سيرة، سواء كانت مع رواية مع حديث إلى آخره، يبدأ يبحث على المشاكل اللي ممكن تكون فيها ليهنئ نفسه ويحرر نفسه من عبء هذه النصوص. ولما يكون الأمر في القرآن فهو يضعف التفسير ويضعف من فسر فلا، ويحاول دائما الهروب من المشكلة. لكن لما ما يكونش فيه مشكلة، إذا كان ما في حتى إنسان ينتقد أي أمر من هالأمور، فهم يصححون ويتركونها دينا كما فعلوا منذ قرون. مثلا في أحاديث اللي كانت تتكلم عن الطبيعة بطريقة خاطئة إلى آخره، لمدة قرون هم قابلين هذه الأحاديث، مثل الحديث أن الشمس كانت تغرب في عين حمئة، وبأن الشمس تذهب تسجد تحت العرش، وبأن محمد حاول انتحار. لما كانت صحيح البخاري، العلماء في الوقت كلهم اعتبروا أنها صحيحة وكانوا يفسروا القرآن بهذه الطريقة لمدة قرون. لكن لما يظهر المشكلة، نعم نعم نؤمن بها، هذه أحاديث سجود الشمس تسجد، نعم نؤمن بها هذه. تمام أنا شوف هذا المشكلة. على كل ليس يعني المشكلة إنه بتلاحظ شيوخ الإسلام حديث ذات الحديث ذات نفسه، مثلا خلينا نقول الحديث الحمامة والعنكبوتة والقصص هاي، بيطلعوا إذا بده يناقشوا ملحد أو شيء يقولوا هذا حديث ضعيف وهذا كذب وهذا موضوعه، ولما بده يروح يحاكوا المسلم المسكين اللي لا يفقه شيئا بيقولوا لك تعال شوف عظمة نبينا والعنكبوتة نسجت الخيوطة حول الغار والحمامة فعلت كذا، فيستعملون الحديث حسب طلبهم، يعني ملونين. على كل بدأت تخرج عن الحياد يا جان. بس في عندي اتصال من الأخ روي، تفضل أخي روي. مرحبا جان، كيف حبيبي؟ أهلا وسهلا، تفضل.
جان عندي سؤال بس لضيفك المسلم. تفضل. يعني في عندي سؤال يعني بس بسيط، لماذا هاجم الشيوخ المسلمين الأصوات التي ارتفعت لإعادة صياغة الدين الإسلامي من الداخل كعدنان إبراهيم وإسلام البحيري؟ لماذا يتم تكفير هذه الأصوات تكفيرة التي تدعو لإعادة تشكيل الدين بصورة تتناسب مع العصر الحالي؟ لماذا نؤمن نحن الملحدون اليوم، لماذا نؤمن بدين يتصارع فيه أهل السنة؟ أهل السنة لما أقول أهل الشيعة، يتصارع فيه أهل السنة على القنوات الفضائية بشكل مرعب، صراع مرعب في بينهم على تفصيلات ما بتعنينا نحن اليوم ولا بتمثل صلة بعالمنا اللي نحن عايشين فيه اليوم. طبعا هذا ناهيك عن الصراع بين السنة والشيعة اللي دمر بلادنا نهائيا. ليش الأصوات اللي عم تحاول إنه تعيد صياغة الدين الإسلامي عم يتم إسكاتها؟ طبعا نحن ما عم نحكي عن الملحدين، عم نحكي على الأصوات اللي عم تحاول إنه تعيد صياغة الدين من جديد بشكل يتناسب مع حياتنا اليوم. ليش الأصوات هي عم يتم إسكاتها؟ ليش عم يتم تكفيرها؟ هل هذا دليل على خراب الدين من الداخل أم هو شيء طبيعي؟ شكرا لك ولضيوفك جان. شكرا، شكرا لك روي، شكرا حبيبتي. شكرا. تحسين سمعت السؤال؟ نعم نعم جان. جان يعني اتمنى من عندك انت تكون حيادي يعني في الحلقه، لا تميل الى كفه معينه يعني. اتمنى يعني شوف بالمناظره انا حيادي جدا، شفتني بالمناظره انا حيادي، ولكن نحن نتناقش الله بعد المناظره في نقاش. انا اعرف انك رجل، انا اعرف عنك انك رجل مهذب. لا لا انا انا ابدي رايي حاليا، انا ابدي رايي لما اتكلم معك بعد المناظره. لكن لا توجه كفه على كفه، لان هي بالاخير الملحد مقتنع برايه والمؤمن مقتنع برايه، خلاص اكيد. تفضل. ولكن قبل ما اجيب على الاخ المتصل، احب ان انبه الاخ ليث الأحاديث التي فيها علة في الصحيح، مثل حديث التطهير إنما ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، حديث أنتم أعلم بأمور دنياكم، حديث الفطرة من الفطرة قص الشارب وعفاء واستواك واستنشاق الماء، هذه إسناده قلت هذا إسناد ضعيف لا تقوم به الحجة، قد ضعفه الترمذي في سننه لوجود مصعب بن شيبة، أمور يعني متعلقة بالفقه وليس بالعقائد كما يقول الأخ ليث أنه عندما تمس عقائدهم يبدأون يبحثون عن عيوب الحديث. هذه حديث في الفقه كثيرة، حديث الأكلة فيحمد عليها، حديث صيام الاثنين، هذه أحاديث علت في صحيح البخاري ولكن انجبرت بطرق أخرى أيضا ذكرها البخاري. هذا ما أريد أن أصل. بالنسبة للأخ اللي سأل عدنان إبراهيم، بالنسبة لعدنان إعادة تشكيل، كما تعرف أن المؤمن بكل كمسلمون نقول أن هذا الدين باق إلى يوم القيامة، إلى انتهاء الدنيا، إلى انتهاء العالم. نحن نؤمن ب أنه هذا الدين هو لكل زمان ومكان. بعض الأمور قد تختلف بين مرحلة وأخرى، تلائم هذه المرحلة ولا تلائم هذه المرحلة. بالنسبة لإعادة، إذا كانت لإعادة تخليص الدين من الشوائب والزوائد والأمور التي أضيفت على هذا الدين، نعم نحن نرحب بها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أشار، قال سيعود هذا الأمر ضعيفا، وقال لا تقوم الساعة حتى يعبد ناس من أمة اللات والعزة، والنبي ذكر أن هذا الدين سينتقص منه وسيضعف، وهذه أمور نتفق عليها. إذا كان الهدف هو تخليص الدين من الشوائب التي أضيفت على أصله، نعم نحن نرحب بها. وأنا أحيي الدكتور عدنان إبراهيم وأتفق معه في كثير من الأمور، لكن الأمور الثابتة الثوابت نحن لا يمكن تغييرها. نعم نعم جان. أخي ليث، سؤال أخ روي إذا بتقدر تجاوبنا عليه، أو وأرجع لك أخي تحسين. أوكي.
لماذا الأصوات المجددة داخل الإسلام يتم دائما كتمها وتدميرها؟ هذا السؤال جان. طبعاً. أظن أنه مشكل ظاهر حول تاريخ الإسلام كله والاتجاه الذي أخذه من بعد الانفصال مع المعتزلة، وأنه بعد مراحل كثيرة تقرر هذا الدين على أنه يقدم النقل على العقل، وبالتالي لما نقدم النقل على العقل ندخل في جماد تام من ناحية التجديد، فالتجديد يقتضي أن العقل يطغى على النقل. هذا بالنسبة لي لبم المشكل، لماذا أي صوت إصلاحي أو تجديدي في الدين سواء كان شكلا أو مضمونا دائما يكون صعب داخل الإسلام. فيه أيضا النقطة الثانية وهي النقطة الزئبقية والمطاطية اللي تكلمنا عليها الآن، وهي أنه يمكنك أن تقول هذا الدين ما تريد تقريبا إذا أخذت النصوص ونظرات مختلفة إلى آخره. وأفضل دليل عدد المحل والمحل الموجودة من نفس الآيات القرآن. وبالتالي لما نحاول نعمل تجديد بسرعة نسقط إما في هرطقات أو إما في شوائب بين السنة والشيعة إلى آخره من هذه الأمور. فلا يكون فيه صوت تجديدي أو إصلاحي واضح باتجاه واضح، لأن النصوص مطاطة جدا. النقطة الثالثة اللي ممكن تكون أكثر حالي من وقتنا الحالي في قضية الإصلاح هو أنه الإسلام على شكلته السلفية والحنبلية والوهابية سميها كما تريد مثبت بآل سعود وبالبيترو دورال وبالنصوص الطاغية من هذه الناحية، وإذا فالتجديد بدون مال صعب والتجديد في السياق الحالي أصعب. هذه ثلاث نقاط بالنسبة لي ممكن تكون إجابة أو محاولة أو بداية تفكير في موضوع مشاكل الإصلاح الديني في الإسلام. شكرا ليث، شكرا. طب دا أرجع عن السؤال هذا لتحسين. تحسين، برأيك ليش أصوات مثل عدنان إبراهيم وإسلام بحيري يعني يسكتون؟ مثل إسلام بحيري شفنا يعني الرجل حاول يجدد بالدين ولكن كان مصيره السجن، يعني برأيك ليش الوضع؟ تفضل. يعني هو يعني أخجان بالنسبة للبحيري حقيقة أنا ما مطلع على آراء الرجل بصورة كافية، ولكن البحيري طعن في مسلمات لا يمكن التجديد فيها، يعني لا يمكن التغيير فيها. عندما تلاحظ انت طلعت مثل السجان بقول انت طلعت مثل السجان تبع البحيري يعني. تفضل تفضل. لا والله رجل انا لا اقدر ان يعني اتجنب الحديث عنه، لا اعرفه بصوره كافيه، ولكن الذي اعرفه عن الدكتور عدنان ابراهيم صوت يعني صوت جميل، يعني اختلف معه في امور ولكن اتفق معه في امور، انه تخليص الاسلام من الشوائب، من الاضافات، من البدع، من اراء الشيوخ. يعني هناك اراء للشيوخ ليس لها اصل من كتاب ولا سنه تفرض على المسلمين، محاوله قطع الطريق على المتطرفين والارهابيين، وانا احيي جيشنا العراقي الان يخوض معركه شرف، الجيش العراقي المسلم يخوض معركه شرف ضد هؤلاء المجرمين، وإن شاء الله تتكلل في تحرير مدينة الموصل وكامل التراب العراقي والعربي من رجس هؤلاء. قطع الطريق على المتطرفين والخوارج من تحوير الدين وتكييف الدين لتخدم أطاريحهم. تعرف أنه تاريخ الخوارج قديم، منذ يعني منذ خلافة علي سلام الله عليه بدأت هذه الحركة وكفرت المسلمين وقتلت آلاف المسلمين، كما قال ابن عباس عمدوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المسلمين وقتلوا الصحابة وبقروا البطون وحملوا ما حملوا. فمن أصوات مثل أصوات الدكتور عدنان إبراهيم وغيره من كل العلماء سواء كانوا سنة أو شيعة أو
تلفيه او زيديه او ما تشاء من اتجاهات الاسلام لتجديد هذا الدين وتخليصه من البدع والشوائب وقطع الطريق على المتطرفين لاختطافه وتحويره لصالح طروحاتهم وافكارهم الشيطانيه. فانا مع هذا الاتجاه. انا اشكركم اصدقائي ليث والاخ تحسين، ويعني طبعا ما بعرف اذا في عندكم اي اضافات تحبوا تضيفوها. اخي ليث تفضل اذا في عندك اي شيء تضيفه. نعم حبيبي، انا مره اخرى اشكر المشاهدين واشكر تحسين واشكرك كمان على المبادره. يا ريت، انا صراحه كنت اتفقنا في اخر الحلقه الماضيه انه كنا احنا نتكلم، اتفقنا على الموضوع، يا ريت ما يكونش فيه تغييرات للمواضيع هكذا، لانه صراحه كررنا نفس، بالنسبه لي صراحه كررت نفس الكلام اللي كان في الحلقه تقريبا ما عدا بعض الاضافات. يا ريت لما نتفق على موضوع حلقه نلتزم به ونواصل في الموضوع قدما في نقاط اخرى وفي افكار اخرى، لانه الهدف هو التبادل كما قال تحسين. القناعات شخصيه وبناءها طويل، لكن الفكره من هذه المناظرات واللقاءات ان نتبادل على اكثر النقاط ممكنه. اشكر. اكيد اكيد اخي لي، اخي ليث، انا بصراحه يعني تفاجات بالاخ تحسين، هو كان عم بده مصر، يعني لما شفته مصر قلت لا حول ولا قوة إلا بجلدة الحنفية، يعني شو نعمل، نعطي اللي بده إياه. بس تحسين أنت الحلقة القادمة شو بدك إياه، وخلينا أمام الجمهور وما نرجع عنه، بس الموضوع اللي حكينا فيه خلاص انتهى، يعني ما بدنا نرجع ندردش فيه. أوكي، أولا أتمنى ألا جان تتلفظ بألفاظ مسيئة لي مشاعري انا كصديق لك، ومثل جلدة الحنفية وهذه الامور. انا في اي شيء وانا وصفتك بالتهذيب. استنى انت كمان تتلفظ بالفاظ تسيء لمشاعري لما تقول صلى الله عليه وسلم، يعني انا لما بقول جلدة الحنفية او تسيء لمشاعرك وانت تقول صلى الله عليه وسلم ما تسيء لمشاعري يا اخي. انا ما طعنت في شخصية محببة لك. أنا لم أطعن في شخصية محببة لك، أنا عم بقول جلدة الحنفية، جلدة الحنفية هي إلهي، شو لك علاقة أنت؟ أنت لا تؤمن بأي إله. هاي شغلتي أنا، أؤمن أو لا. أنت هسه، أنت إذا أنت هسه صاحب دين، أنت عندك دين هسه. حبيبي أنا أؤمن بجلدة الحنفية، أنا رب جلدة الحنفية. واقول لا حول ولا قوه الا بجلدة الحنفيه، فشو انت شو المشاعر اللي جاتك؟ اوكي وهنقف على هذا الخط والاله هنقف عليه. شكرا. هنقف على هذا الرب الجيد طبعا. شكرا افتخر بهذا الرب الذي يحييني ويميتني، جلدة الحنفيه. نعم ستموت وسترى. سنرى جلدة الحنفية بالمياه العذبة، وأنت سترشك بالمياه الضحلة المالحة وتغرق فيها. هذا تصورك، يعني للأسف أنت تتكلم بهذه، للأسف كمان تصورك أنت للنار والجنة، يعني نفس التصور صدقني. لن هذا تصور أغلبية سكان الكوكب. الأغلبية العدد ليس بالمهم، نبيك كمان كان في لحظة من هذه طبيعة البشر. أغلب شعوب الأرض تؤمن بإله وبجنة وبنار. حبيبي نبيك والمسلمين وأمتك كانت في 72 شخص كلهم على بعضهم في يوم من الأيام، هذا لا يعني أنه كان خطأ أو صح، العدد ليس له علاقة. يعني نحن هلأ مثلاً كم ألف واحد نؤمن بدين جلدة الحنفية، قد يجي يوم يصير مليارات، يعني لا تستغرب شيء نهائيا. مثل ما الأصنام، يعني الإلحاد لا تقوم له قائمة، الإلحاد أصبح دولة عظمى وسقط. المهم خلينا بالموضوع القادم. الموضوع القادم شو بدك إياه؟ الإلحاد، الاتحاد السوفيتي بعظمته انهار وانتهى.
الاتحاد السوفيتي ليس له علاقة بالإلحاد، الاتحاد السوفيتي ليس له علاقة بالإلحاد. يا عالم يا هو، الشيوعية نظام سياسي والإلحاد هو موقف من الحياة، من الدين، من الإله، موقف. نعم، هذه الشيوعية كانت أيضا تعتمد الإلحاد، موقف من الحياة، كانت تدين بالإلحاد. نظام سياسي، لنظام سياسي إذا كانت لا تعتقد من ضمن تفكيرها أنه لا تعتقد بالإله، ففي كتير يعني أنظمة لا تعتقد بالإله أيضا. يعني الله مثلا روح عند حافظ أسد ولا صدام حسين كان يعتقدون بإله، كلهم دكتاتوريات خايبة. صدام حسين لا أعتقد بالله، صدام كان مؤمن ويصلي ويصوم على أساس علماني، ولما يجي يساوي حاله يصير ديني. وكل يعني الإلحاد ليس له علاقة بالأنظمة السياسية، لا تخلطوا الحابل بالنابل. الإلحاد ما له علاقة بالأنظمة السياسية، الإلحاد له علاقة بالعلم. نحن نعتمد العلم طريقة للحياة، هاي هي القصة. نحن بدل ما نقول لك تقول لي والله في بدل ما تقول لي في نار، أنا تقول هذا لأن أغلب الدول حبيبي الدول العلمانية قامت على الدكتاتورية والقتل والإبادة. يا حبيبي الدكتاتوريات هذول أنا ما لي علاقة فيهم، أنا عندي طريقة بالحياة. لما عم تجي تقول لي في نار متوعدينك بيوم بعد ما تموت في نار، أنا بقول لك يا أخي أوكي، أنا شكراً كتير لهالطرح هذا، بس أثبت لي إياه علمياً. وأنا ما بقول لك لا، يعني ما أنا لا أرفض طرحك، ولكن أثبت لي إياه، جيب لي الدليل والبرهان، وأنا أتشكرك إذا جبت لي الدليل والبرهان وصدقك. أنا لا أكذب أحد. لما تقول لي في إله فوق بده يحاسبنا، أقول لك شكراً على طرحك وأنا كثير ممنون أنت قلت لي، بس يا أخي جيب لي شيء أقدر أصدقه، ما تجد تقول لي وتمشي. لأنه هي يعني الديانات من تاريخ، يعني هلأ خلينا نظرية التطور، جابوا في أكثر من 6000 حفرية. الديانات الإبراهيمية اللي تعتمد على آدم، حفرية واحدة ما جابتنا على آدم. يعني أصدق مين؟ أصدقك ولا أصدق الحفريات؟ أنا أصدق الحفريات، أنا أصدق علم الجينات، أنا أصدق علم الفلك، أنا أصدق تلسكوب هابل. ولا يعني لما مثلا بقرآنك بتقول لي والله جعلنا النجوم هاي المذنبات رجما للشياطين، طيب يا أخي أنا تلسكوب هابل عم بيطلع هيك إلا هن رجم للشياطين، ولا في شياطين عم تلحقها، هي مذنبات أحجار عم تسقط من قوة الجاذبية، الأرض عم تشتعل نار، عم تصير مبينة علينا مذنبات. فبدك تطرح لي طرح جيب لي عليه الدليل والبرهان، هاد هو الإلحاد. شو لي علاقة فلان ستالين كان ملحد وقتل الناس؟ شو لي علاقة؟ أوكي أنت تتبرأ من هذه يا أخي. الآن العلم، هناك الكثير من الأمور لم يثبتها العلم الذي أنت تدعي به. وهل يعني أنه لن يثبتها؟ يعني إذا ما أثبتها لحد هالساعة، ما هو ارتفاع هذا الكون وما هو عمقه وما هي حدوده وكيف بدأت الحياة وكيف ستنتهي؟ لا أحد يجيب. طيب يعني إذا ما كان موجود حالي، يعني من 20 سنة أنا وأنت كان كنا مستحيل نفكر إنه في رح نتكلم على الهواء مباشرة أنا وأنت ونسجل حلقات. يعني هل يعني هذا إنه ما رح يشوفوا؟ هل يعني هذا إنه لازم خلاص نؤمن بما أتانا به الخرافات؟ يعني إذا العلم ما وصل لمرحلة، لا أنا ما أقصد هيك. هذه الأمور بالنسبة للكون أموره هينة، كيف الإنترنت والأثير والموجات، ولكن مثل القمر. طيب شغل المحيطات يا أخي، شغل مخك معي. العلماء المسلمين، لا أنت شغل مخك، أنت مو أنت مخك يشتغل وأنا مخي ما يشتغل. لا لا ما يصير. اسمعني شوي، اسمعني. هل أنتوا هالعلماء، أحد العلماء قال إن الإنسان لا يعرف إلا القليل عن أعماق المحيطات. طيب وهي في الأرض. أوكي لا يعرف إلا القلة القليل.
طيب بدل ما تجي تقول لي جيب لي كتاب من 1400 سنة وتعو عجازه 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 هاي كانت عنا وهي كانت، حط ايدك بايدي خلينا نروح نفتش بالمحيطات، خلينا نفتش بأعماق الفضاء، بدل ما نجيب ابحاث ولا بول البعير بينفع ولا بيضر، خلينا نفتش. أهلاً وسهلاً، لا تعارض بين هذا والإسلام. أنا المسلمين يرحبون بكل مبادرة علمية. لا لا لا، علمية، شرب شخاخ علمي، أي شرب شخاخ سوى علمي. لا شخاش، هذه أمور، هذه الإسلام يرحب بكل مبادرة، والذين أغنوا البشرية بالعلم. نعم. بالفلك والبصريات والرياضيات هم المسلمون. من؟ أذكر لي أسماء أشوف. أذكر لي أسماء. هم المسلمون. أذكر لي أسماء العلماء الأناروا. يقول ويل ديورانت. مين؟ مين؟ ألو. ويل ديورانت صاحب كتاب قصة الحضارة. مين مين؟ ويل ديورانت. ويل ديورانت. هذا مسلم؟ لا لا مش مسلم. لكن؟ هذا مسيحي بريطاني. طب انت ليش تعتمد على المسيحيين حتى يثبتوا لك دينك وانه هو دينك اللي سوى العلم؟ ان اساس العلوم الاسلاميه. يا حبيبي اعطيني اختراع طالعوا المسلمين، انت اعطيني اختراع بما انه عندك العلوم كلها، اعطيني اختراع طالعوا المسلمين. لا اقول ان المسلمين عندهم العلوم. شو؟ لا اقول المسلمين عندهم، لا، لكن في العلوم الحاضره، لكن المسلمون وضعوا أسس هذه العلوم بشهادة علماء الغرب. أعطيني نظرية وضعها أسس النظرية أسست للعلوم الحديثة، ما هي النظرية اللي وضعها المسلمون أسست للعلوم الحديثة؟ أعطيني إياها. يقول ويل ديورانت، يقول إن أساس علم البصريات، هاي ابن الهيثم أصلا كان بسجون الخليفة كان ملحد. لا 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 لا، لم يكن هيثم ابن الهيثم مكفر، الراوندي مكفر، ابن سينا مكفر، كلهم ملحدين. الراوندي ليس بعالم، وابن سينا قال نعم العلماء قالوا كان عنده شطحات عقيدية، يعني مو كفر، كان يدين بالمعتزلة. حبيبي يعني مسلم. اعطيني نظرة. وقال الذهبي تلا القرآن وجوده وقرأه في آخر حياته. يا سلام على كل أعطيني نظرية طلعت من القرآن. أعطيني نظرية طلعت من القرآن. أنا أعطيك القرآن وضع، أعطيك أكبر نظرية أكبر سبق علمي للقرآن. تفضل. وهو إن الكواكب الأخرى، إن الحياة موجودة في الكواكب الأخرى. أنت مضحك يا تحسين، صدقني يعني أنا مضحك. الآن أنت لو تعطي لي وقت أسرد لك قائمة من العلماء المسلمين الذين أثروا في الحضارة. على كل أعطيني موعد، اسم الحلقة القادمة. شو بدك؟ أنا إذا أنت تستمر بهذه السخرية وهذا الضحك على عقول الناس لا استطيع ان استمر معك في ملاقات. طيب مثل ما بدك، انا بصراحه انا ماني مستعد انه يعني اغير طريقتي في، لانه ما بترضيك بصراحه. يعني انا هي طريقتي بالحديث، لانه انت اللي عم تحكي شيء كله غلط. انا اقول لك يا جان سترجع يوما الى الدين. طيب اوكي، انت قول ما تشاء. انا هي طريقتي بالتعامل، لانه انت شيء عم تحكي غير منطقي، ولما يكون شيء تعظم أنتون فلو عندما قضى حياته في الإلحاد وتأليف الكتب ورجع للإيمان في آخر حياته. تحسين أنا ماني مستعد أغير من طريقة كلامي وطريقة حكي، لأنه شيء ما بيرضيك. شوف هاي واحدة، بدك تستمر أهلا وسهلا فيك. مليارين من البشر ليس أنا حبيبي، انا مالي علاقه بمشاعر العالم. انت العالم ما تحترم مشاعري، ليش انا احترم مشاعر الغير؟ يعني تقول انا اؤمن بالحريه والعلم والحضاره، هل هذه الحضاره
أن تعمل حلقة تسميها تعالوا نتمسخر على الإسلام. وهل أنت دي كتابك اللي تعتبره علم وتعتبره رحمة للعالمين يجي يأمر بقتلي ويشبه؟ لا يأمر بقتلي شوي. لا يأمر بقتلي. يشبهني بكل بالنجس وتخلي. لا تأمر الله سبحانه وتعالى يقول. وتقول. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يا سلام، هلا انتم عم تقسطوا الينا، مشان هيك نحن مختفين. واليوم امبارح سكروا لي قناه، مشان شو سكروا لي القناه؟ الملحدين عندما يلحد الانسان لا يقول انا ملحد وكفى، بل يبدا يسوب ويشتم ويجرح ويكفر. انت ليش تشتمني؟ طيب انت ليش تشتمني بالبدايه؟ انت ليش يا جان هسه انت كنت مسلم انت في صرت ملحد، انت ما راح تسكت، راح تقعد تقولهم الاسلام هيج ومحمد هيج ومحمد كذا ومحمد كذا. طبعا الناس ما راح ترضى على دينها. هاد شوف الحكي حقي انا، مهما كان الحكي الكلام حقي عمي. يا جان انا التقيت خصوصا الملحدين الامريكان، اكثر ناس قاعد يهم يقول I don't believe in God and that's it. ما يحكي ما يحكي، لانه ما في حدا مهدده بالقتل. يا تحسين انت مهدده، لا مو ما في حدا. انت تؤمن بالنصوص بدك تقتلني فيها. هذا احمد القبنشي في بغداد يصول ويجول في كربلاء والنجف وهو يسب الاسلام لما يوقفه احد. انت عم تمزح يعني؟ عم تمزح انت؟ لا ما امزح، انا في مدينتي والله عندنا في مدينه الديوانيه يعني فرج فودة ليش قتلوه؟ ها؟ فرج فودة ليش قتلوه؟ ناهض حتى ليش قتلوه؟ ناهض حتى راد الصحفي الأردني ليش قتلوه؟ ناهض حتى لم يترك الأساءة إلى أقدس مقدسات المسلمين. وإذا أساء إلى أقدس أنت كمان تسيء إلى أقدس مقدساتي، ليش ما قاتلك يعني؟ ليش أساء لمقدساتك؟ اسمعني شوي، اذا اساء لمقدساتك لك يعني من سيدك دوكينز او من او ستي هوكينج؟ من سيدك؟ انا مالي سيد، انت لك السياد، انا مالي سيد، انت سيدك. ما عندك شو مقدس تسب المقدسات. اسمعني شوي حبيبي اسمعني شوي. انا ما عندي السياد، بس السياد هي ضعيفه لك ولكل واحد يسيد الناس على حاله، نحن الناس احرار. بس اسمعني محمد، اسمعني لما تجي تشتمني انا شخصيا وتقول عني نجس وكالحمار، هذا انا المقدس بذات نفسي، انا اقدس نفسي. لما بدك تشتمني عم تشتم المقدس فيني، لما تقول المشركين نجس معناتها انا عم تشتمني إلي. فليش ما احاطي لنفسي الحق انه اقتلك وانت تعطي لنفسك الحق انه تقتلني؟ المسيحيين يعني يوم ليل النهار بالمساجد يشتمون ليل النهار. هل هؤلاء لا يوجد أحد من يحلل قتل المسيحي أو النصراني أو غير المسلم؟ هذا حكي. أنا أحكي لك عن مدينة الديوانية، مدينة متدينة فيها معبد للصابئة وكنيسة للنصارى ومسجدين للسنة وحسينيات للشيعة. يا سلام شو والله العظيم حابين وشايفين نحن الحرب الديوانيه الشيعة والسنة اللي شايفينها هي شو هي حرب ورود يعني برايك؟ هذه يعملوها السياسيين، هذه مخططات امريكا والصهاينه. يا سلام. ولما لما لما شو اسمه معاويه وحسين تقتلوا كان في امريكا واسرائيل يعني هذاك الوقت شو وين؟ معاوية والحسين لما قطعوا رأس الحسين يعني معاوية والحسين يزيد والحسين يا صاحب معلوماتك شو شيعة وسنة هدول هن شيعة علي وسنة؟ لا مش شيعة، الإسلام لم يكن شيعة وسنة في زمنه كان أمال كانوا إيه؟ كانوا مسلمين. وحتى يزيد من لما صارت المعركة المسلمون كلهم مجمعون ان الحسين عليه السلام كان على الحق ويزيد كان فاسقا ظالما جهولا. زين بعدين كل المسلمين اجمعوا على ذلك.
وبعدين من من ولكن بعد يعني بعدين صارت الشيعة والسنة، الشيعة هم أحفاد يعني اللي اتبعوا الحسين، والسنة اللي اتبعوا معاوية، ولحد الساعة الحرب قائمة، معركة الجمل لا توجد حرب بين الشيعة والسنة، إنما هذه الحرب يذكيها السياسيين فقط، هذه حروب سياسية وغير دينية. والدليل نحن في جنوب العراق يعيش السنة بين أهل الشيعة بكل سلام وأمان. بالضبط في بلدان عربية أخرى، في عمان، في الإمارات، في الكويت، يعيش السنة بين، يعيش الشيعة بين أخوتهم السنة بكل هدوء وأمان وتوائم. يا سلام، ويوزعون الحمرة. عندما دخل المسلمون العراق، عندما دخل المسلم يقول كارل بروكلمان في تاريخ الشعوب الإسلامية، وفي زمن المأمون كانت هناك 1200 كنيسة في العراق واحدة، دمروهم بعدين بل لم يدمر، لحد الآن الكنائس موجودة عندنا في جنوب العراق. شفنا داعش لما دمرت الكنائس ودمرت داعش لم يدمر فقط الكنائس، داعش دمر المساجد ودمر الكنائس ودمرت كل شيء أصلا، يعني المساجد دمر. هذا فكر معادل الحياة، فكر معادل الوجود، هذا يجب أن يحصل. وأجمع المسلمون على انحرافهم وعلى قتالهم. لك شغلة، داعش في شغلة ما سوتها، داعش في شغلة ما سوتها فعلها رسول الإسلام محمد، هي تسمير العيون. يعني لحد هالساعة هاي ما شفنا داعش سمرت العيون بسيخ حامي تحطه بالنار وتحطه بعيون الناس. تسمير العيون هذا الجزاء من جنس العمل، إن هؤلاء عندما قاموا بتسمير عيون الراعي كما في الرواية أمر النبي بنس فعلهم. طيب بس داعش لحد هلا ما فعلته، يعني فداعش أرحم من محمد، هذا شيء بكل تأكيد. يعني محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة، نبي يرحم البشر ويرحم الحجر ويرحم تحسين حتى الحشرات. أسف إخوتي، دقيقة، هذا هو الموضوع، موضوع الحلقة القادمة، رحمة محمد. طيب لا تقل لي بني قريظة، أكيد راح تجيب طاري بني قريظة، وأنا عندي بحث كامل على حول هذا الموضوع. خلاص حابب تستمر تحسين ولا لا؟ تقول نعم، كان محمد رجل سياسة ورجل دين وسيف، لا توجد دولة ليس فيها سيف. حبيبي تحسين، حابب تستمر بالمناظرات؟ نعم نستمر إن شاء الله المناظرة حول الرحمة، في حول الرحمة، نبي الرحمة، إن النبي الرحمة، نبي الرحمة. أوكي، إمتى عندك وقت؟ أنا سأخبرك إن شاء الله. أنت ستخبرني إن شاء الله. تمام. تمام، أشكرك كثير تحسين. أوكي جان، يعني أشكرك وأشكر ليث، ويعني خاف صدرت مني كلام مسيء فأنا أعتذر، ولكن كل إنسان متمسك بعقيدته، أنتم لكم دينكم ولي دين، ولا لكن الأهم شيء إنك تحترم عقائد الناس كما تحترم شعوب البلدان التي تعيشون فيها عقائد الآخرين. يا تأثروا بالغرب. تحسين أرجوك، في نقطة مهمة هي، أنا أحترمك شخصيا، أحترم كل الأشخاص بالبلاد اللي أنا عايش فيها، أحترم الملكة، أحترم رئيس الوزراء، ولكن لا أحترم أعمالهم. يعني رئاسة الوزراء أنا طز فيها، الملكية ببريطانيا طز فيها، أنا ما عندي مشكلة. أحترم الأشخاص، أحترم شخصك وأحترم كل الأشخاص، ولكن لا أحترم العقيدة. العقيدة شيء والأشخاص شيء آخر. أرجوك، هي نحن عنا قانون، يعني أنا عندي قانون، أنا أحترمك شخصياً، لا أسيء لشخصك نهائياً، ولكن الأفكار هي عامة. محمد جاء طرح فكر للعالمين كلهم، للناس كلها، وأنا للحق أنه أنتقده، وللحق ما أحترمه كمان. فمسألة أنتقده ولكن ليس بالتجريح.
أنا لا أجرح، أنا لا أجرح، أنا أقول ما في قلبي. يعني أنا اليوم لما مناظرتك مع رياض الخزرجي الملحد العراقي وما تضمنته من ألفاظ جنسية مسيئة، هذا هذا شأني إلي، هذا شأني. أنت ما بتحبها لا تفرج عليها، لا تشوفنا يعني، ما حدا، لا مو أنا ما أتفرج عليها، أنت هذا عرض للناس واللي يشوفك من مختلف الناس. يعني الملحدين يقولون إحنا عندنا أخلاق، أخلاقنا ليس من الدين، أخلاقنا إنسانية، أين الأخلاق في هذه المناظرة؟ أوكي هذه ليست مناظرة، هذه كانت طريقة للاستهزاء فقط، نحن نستهزئ بالأفكار. يعني خليني أعطيك مثال، إذا جيت أنت قلت لي القمر مصنوع من جبنة، هل لي الحق أن أضحك أم لا؟ لا، في أمور لا يختلف عليها اثنان إنها مضحكة. شو الأمر لا يختلف عليه اثنان؟ إنه يطلع نور يضرب قصور بصرة والشام. يعني الإنسان يولد من أين أجا النور هذا؟ أخي هذه 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 عقيدة دينية. عقيدة هذه عقيدة دينية. حتى دينية. لا لا تجد القمر مصنوع من جبنة. إذا حدا أجا قال لي عقيدتي القمر مصنوع من جبنة، يعني معقول ما أضحك عليه؟ هلا أنا لما عم بقول لك إلهي هو جلدة الحنفية، أنت ما عم تضحك علي؟ يا اخي اين يعني انت التشبيه مع الفارق تشبيه بعيد جدا. ما في فارق، هو الفارق الوحيد والله العظيم اصلا تشبيهك مع الاسف يعني زال. يعني المهم ممكن مقدس شيء. المهم الوقت اتركنا وورانا عمل يا شباب. تمام، اعتذر منك ليث، اعتذر منك جان. تمام تحسين، وانا مستني منك خبر ايمت موعد المناظره القادمه. ممكن فقط ان شاء الله ممكن فقط نقطه في هذا المجال. تفضل حبيبي. انا انهي النقاش في هذه النقطه، سواء لك ولا الاخ تحسين. الصوره واضحه، الفكره واضحه، هو انه الانسان له حقوق وواجبات، الافكار ليس لها حقوق. بكل بساطه، لا اي فكره ليس لها حق. أنا أحترم الأشخاص، من حقي لا أحترم أي فكرة مهما كان، لأنه لا ليس من حقي، من حقي أنا أعترف لنفسي هذا الحق أنه من حقي أنتقد أي فكرة. هل تستطيع أن تؤلف كتاب وتنكر الهولوكوست في سويسرا؟ أنت تأخذ فكرة التاريخ مع تأخذ حادثة تاريخية مع فكرة مع انتقاد الأفكار، هذه أفكار هذه يعني. حتى واحد في الصف هذا يقول هتلر، يقول هتلر جيد او ينكر الهولوكوست، ستذهب للاعتقال انت مباشره. لا، لكن من حقي ان افكر هذه الافكار، وانا اعرف ناس تفكرها كمان، ونعرف حتى النيونازيزم يعملون لقاءات ويتكلموا في هذه المواضيع. من حقك محظوره، حركه محظوره اخي النازيه. مش مشكله، انا اقول انه الافكار ليست حقوق لها، هذه الفكرة الرئيسية اللي يقولها، الأفكار ليست لها حقوق. بس نحن المسلمون والمسيحيون واليهود والزرادشتية والهندوس و 95% من البشر يؤمنون بقدسية أفكارهم. من حقهم، لكن احنا من حقنا لا نحترم أي فكرة، هذه فقط. أنا أحترمهم كأشخاص، أحترمك كإنسان، لكن الأفكار ليست لها حقوق، هذه الفكرة التي يقولها فقط. نعم، هذه الفكرة. المهم مشكورين الكل، واشكرك كمان جان. شكرا شباب، تصبحون على خير. اشكركم اصدقائي على هاللقاء، هذا بصراحة كان حامي شوي، ولكن يعني ماشي الحال. يعني لو كنا في استوديو كان خليناكم صافحوا بعض، ولكن يعني صافحوا بعض عبر سكايب. وأتمنى أتمنى منك تحسين إنه بالمرة القادمة تجهز الهانج أوت، لأنه أتعبنا سكايب بصراحة. يعني السكايب متعب شوي، الصوت يعني متعب. صحيح. فأتمنى منك تجهز الهانج أوت وشوف له حل بالصوت تبع الهانج أوت. يعني لأن نعم إن شاء الله المقابلة القادمة قد تكون هي يعني الأخيرة في هذا المضمار، إن شاء الله نجهز لها بصورة جيدة.
أكيد أكيد، شكرا شكرا كثير. حقيقة حقيقة أنا أتمنى أعقد في كل بين يوم ويوم مناظرة، لكن أنت جدولك مزدحم، وأني الآن بعيد عن بيتي 500 كيلو في العمل، يعني عمل نهاري عندي أشتغل أنا في حق النفطي، يعني في النهار عمل وفي الليل لا أستطيع السهر لفترات متأخرة. طيب وعلى كل على كل الفترة القادمة لن يكون مثل ما بقولوا، يعني على كل على راحتك، يعني أي وقت أنا ممكن أتفضل. أوكي أنا سأعطيك إن شاء الله سأعطيك علم الخميس أو الجمعة. ما في أي مشكلة، ما في أي مشكلة، الساعة اللي بدك أهلا وسهلا. يعني أنا كمان حابب أخذ استراحة بصراحة، يعني الفترة الماضية كانت تقريبا صار لي شهر ونص حلقتين يوميا، فيعني احتمال أخذ كمان استراحة أنا، يا ولا يهمك. على كل أخذ ريكريشن بيريد يا أخي، أخذ كافي أخذ ريكريشن بيريد، يعني كل علاقات الحرب 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 يعني راح أخذ استراحة محارب، يعني أنا بحاجة لاستراحة محارب. Enjoy your life، الحياة الجميلة تمتع بها. ولكن عائدون يعني لن نتخلى عنكم نهائيا، وسننقذكم من هذا الدمار اللي أنتم فيه. يعني على كل أشكرك تحسين. أخيرك نكتة على السريع، كان في ناس في كان مبشر مسيحي جايب مجموعة من المسلمين يريد يحولهم للديانة المسيحية، فهمني؟ أسامعك. بعدين قالوا الله أكبر صلى الله عليه وسلم، هذا أكيد حضرتك حفظاني. فهذا كمثال، من الصعب أن تستطيع تغيير عقائد المسلمين على كل وهذا الدين. على كل أنا بشكر ويتمدد وينتشر كل يوم. أكيد وأنا أنصحكم أن تركزوا على أطفالكم وأزواجكم وحياتكم ومعيشتكم بدل من هذه الأمور. على كل شكرا، وكل الشباب الملحدين اللي معنا كانوا مسلمين وعملناهم ملحدين، وكل الأغلبية الساحقة كانوا مسلمين وشيوخ من المسلمين وصاروا ملحدين. المسلمين هذا خلف بس لا هذا حسين الراضي يقول أنا شاب جنسيا. شو دخل الجنس بالمشيخة؟ يعني خلف كان شيخ، أحمد حرقان كان شيخ، خلف شاذ جنسيا. لا حسين الراضي يقول عفواً لن أسمح لك، مبروك هؤلاء المتحولين، مبروك حسين. لن أسمح لك أن تقول شاذ، لن أسمح لك أن تقول شاذ. أصلاً كلمة شاذ هي بتعيفة أنت مناقشاتك بين المسلمين، أرجوك هون في احترام. هو شاذ قال أشاذ. لا في شاذ، أنت الشاذ. الأصدقاء الشخصيات أرجوك لا تجرحها، الشخصيات ما لنا علاقة فيها، يعني لنا علاقة بالأفكار. حسين الراضي قال أنا شاذ. شوف يعني نحن كان مسلم، في كتير ناس مسلمين وما زالوا مسلمين، هن مسلمين جنسيا، يعني المسلية الجنسية ما لها علاقة ب والله كان مسلم ولا ما مسلم. يعني نص 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 اللي عنا بنتاكو، يعني ضروري نحكي. لا يوجد مسلم خاص ما نجرح يفعل فعلة قوم لوط هذه الفاحشة الكبيرة، وإن كان يفعلها فهذا فعل لوط. عمر بن الخطاب ذات نفسه كان يفعل أفعال لوط، فلا تخلينا عشاه أمير المؤمنين عمر قاهر المجوس مجوس، وكان يفعل أفعال أن يكون هكذا، وكان يفعل افعال لوط. على كل شمان اعطني دليل اعطني دليل. ادله كثير، على كل الادله كثيره ونجيبها من الاحاديث. ارسلها على السكايب، ارسلها على السكايب بالطبعات والصفحه طيب ما في مشكله. على كل ما في مشكله، انت روح ابحث. انا ماني بصراحه ماني مستعد ابحث فيها،
وانا شفته وبعرف الحديث وبعرف وين، ولكن ارجوك انت تبحث. طيب والله لا يوجد حديث من هذا القبيل. طيب طيب ولا يهمك ولا يهمك، على كل على كل انا بدي اعطي الكلمه الاخيره لاخوي. استفدت من عندك والا تكون قد خالفت الامانه العلميه. لا لا انا انا لست علمي هون، انا اتهجم على الاسلام. على كل اعطي 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 الكلمه لاخوي ليث، الكلمه الاخيره تفضل ليث. اوكي انا اشكركم مره اخرى، اتمنى انه الحوارات القادمه تكون موجهه ونكون مركزين في المواضيع. اشكر المشاهدين على الصبر وعلى حسن المتابعه وعلى التعليقات الكل، انا كنت معهم في التعليقات، اذكر مالفان، اذكر ابراء، واذكر نريمان، عيسى وكل احباب. شكرا لك للعمل الجبار جان، وحقيقه هو عمل متعب، واتمنى انه القناه تعود الاولى مهما يكون، حتى وإن لم تعود فلن نتوقف أبدا. أشكرك كثير وأشكر تحسين على حسن الظن. بكل تأكيد بكل تأكيد أشكركم أصدقائي، وأنا بتمنى من الأصدقاء أنه يعني يتابعون على القناة. أنا عملت أبيل بشان القناة القديمة، ولكن إذا ما رجعت أنا بتمنى من أصدقائي ينشروا هالقناة، يعرفوه عن الناس اللي كانوا موجودين حتى يرجعوا يشتركوا بهالقناة وترجع القناة مثل ما كانت، ونرجع نتابع حلقاتنا مثل ما كانت. وأتمنى لكم السعادة وليلة سعيدة للكل، وإلى اللقاء إلى اللقاء. شكرا لكم، شكرا تحسين، شكرا ليث، شكرا جان، شكرا ليث. إلى اللقاء في الحلقات القادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.